مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منورنا ومشرفينا في قناه الاهلي وملعب الاهلي. طبعا اكيد حضراتكم تابعتوا مباراه الزمالك والجونه، مباراه كانت تهمنا احنا كاهلاويه ان احنا عايزين نعرف نتيجتها عشان نطمن. يعني بصرف النظر عندنا ماتشين مؤجلين او هنلعب ماتشين بعد كده، لكن بنطمن على دايما نتائجنا وعارفين وحاطين رجل على رجل الحمد لله من اول ما بدانا الدوري واحنا عارفين مكاننا والدوري عارف كمان مكانه. لكن انا بتكلم على بعض المشككين، مش عايز اقول فتايين بقى، احنا يعني بنحافظ على الفاظنا، لكن اللي كانوا بيقولوا الاهلي الحق الاهلي بينزل الحق الاهلي بيطلع والحق الحمد لله الاهلي دايما عارف مكانه والدوري كمان العام عارف مكانه بيكون في الجزيره في ارض البطولات في الجزيره. المباراه انتهت بخساره نقطتين مهمين جدا جدا لنادي الجونه اللي كان ممكن يوصل للمركز العاشر. اعتقد رضا شحاته وجهازه الفني كابتن حسام غالي اكيد زعلانين جدا على النقطتين اللي ضاعوا منهم، كانوا هيوصلوا للمركز العاشر، واكيد طبعا كمان خساره نادي الزمالك في صراعه على المركز الثاني مع بيراميدز. النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يوم الاربع باذن الله يحسم هذه البطوله، البطوله المميزه جدا، بطوله كان لها ظروف خاصه واتكلمنا مع حضراتكم كتير جدا عن هذه البطوله، كانت كلها تحديات كبيره قوي واجهتنا احنا كاهلاويه واجهت مجلس ادارتنا. لكن الحمد لله دايما بقول وبكرر في اي مكان بكون متواجد فيه ان دايما ربنا بينصر الحق في الاخر، ودايما ربنا بيدي الحق لاصحابه في الاخر، ودايما ربنا بيتوج اللي بيتعبوا قوي 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 بمجهودهم بيتوجهم في الاخر. الحمد لله الدنيا ماشيه في نطاقها الصحيح جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي باذن الله يوم الاربع باذن الله يحسم هذه البطوله ويتوج نادي الاهلي كالعاده باذن الله بهذه البطوله والدوري العام. وطبعا يعني حضراتكم عارفين ان شاء الله ان يوم الاربعاء ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يحسمها، وده شيء طبيعي جدا بالنسبه للاهلي وبطوله الدوري العام. بنطمع في اكتر من كده، لكن خلينا نمشي واحده واحده، وزي ما قلت لكم احنا دايما بنراهن على فرقتنا والتاريخ دايما بيقول ان الاهلي دايما بيكون عند حسن ظننا كلنا. المباراه شهدت احداث مؤسفه، انا رافض تماما ان انا احمل هذه الاحداث لاحمد ياسر ريان اللي كان كل شغله كان رياكشن او رد فعل للي بيحصل. اي حد بيجيب جول المفروض ان هو بيروح يجيب الكوره، بنشوفها في كل الدوريات يعني، لكن شفنا احمد ياسر ريان جاب الجول وراح يجيب الكوره فحصل الاشتباك. هيكون معايا الكابتن سمير عثمان، هيكون معايا حالا دلوقتي، لكن هتكلم في نقطه قبل ما اخد الكابتن سمير عثمان، ان احنا لما جبنا الهدف بتاعنا لو حضرتكوا تفتكروا الاهلي وسموحه كان جيراودو جاب الهدف في الدقيقه 98 وكان الحكم مدي 7 دقائق وقت ضايع اعتقد، والدنيا اتقلبت ساعتها. احنا ما بنتحججش خالص ولا في دماغنا الكلام ده احنا كاهلاويه، لكن انا بس بفكر الناس ان الزمالك جاب الهدف بتاعه فيما بعد الدقيقه 96 وكان ممكن الحكم يصفر وينهي المباراه، لكن خلاص يعني معلش هارد لك الكابتن رضا شحاته اللي عمل المباراه ولا اروع من رضا شحاته، من المدربين الواعدين جدا جدا. رضا شحاته لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريب، كان اول سنه يمسك فيها دوري ممتاز السنه دي، مدرب عام، الظروف خليته مدير فني لهذه المباراه تقيله جدا على نادي الجونه ونادي الزمالك ايضا، لكن رضا قدم مستوى رائع وقدم مشروع مدرب كبير جدا ان شاء الله برضه نحاول نجيبه على التليفون. مش عارف هبارك له بقى ولا هقول له هارد لك، اكيد زعلان رضا، انا عارف طبعا الاهلاويه بيكونوا زعلانين قوي لما بيخسروا اي نقاط. اخد الكابتن سمير عثمان. كابتن سمير مساء الفل عليك. مساء النور يا كابتن ميدو، منور الدنيا كلها. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن ميدو كله تمام، ربنا يخليك يا رب. حبيبي يا كابتن، مباراة يعني كان فيها متعة وكان فيها أهداف وكان فيها إثارة وكان فيها كل حاجة، لكن يعني الدنيا باظت في الآخر، شايف المتسبب أو الدنيا باظت ليه بشكل عام يا كابتن سامي؟ نخلينا بصراحة. اتفضل. أنت عارف يا كابتن ميدو الحكم زي اللعيب. أكيد. تمام؟ الحكام كلهم واللعيبة كلهم مبطلين داخلين عن زيادة عن 40 يوم، مظبوط؟ تمام. ما عدا ثلاث حكام بس في مصر كانوا بيتمرنوا لغايه اول امبارح ورجلهم في الملعب، مظبوط ولا لا؟ تمام. اللي هم مين؟ اللي هو ابراهيم نور الدين وامين عمر وجهاد جريشة، دول كانوا لسه في البطوله. كان شيء طبيعي واحد من الثلاثه كان يلعب المباراه بتاعه النهارده يا كابتن ميدو، ده من وجهه نظري انا. تمام. ان الثلاثه لسه متمرنين وموجودين في البطوله وفايقين لسه في الملعب، انما بقيت كل الحكام بطلوا من قبل بطوله افريقيا، مظبوط؟ تمام. دي النقطه الاولانيه. النقطة الثانية، المسؤول على الانضباط في الملعب يا كابتن حكام المباراة وسلوك اللاعبين. اوكي تمام. لو سلوك اللاعبين ما توافقش مع قانون كرة القدم يبقى هنا طبعا لازم حكم المباراة يبقى هو المسؤول الأوحد عن اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية. شوف أنا هقول النهاردة للأسف كلمة تأديبية. النهاردة اتفرجنا على تابلو مش حلو.
يعني احنا لسه مخلصين بطوله افريقيا من كام ساعه، مره اتفرجنا على حاجات مش كويسه بسبب اللعيبه كلها. بس احب اعلق على كلام حضرتك كابتن ميدو، حضرتك بتقول ان شيء طبيعي ان اللعيبه بيحرز هدف بيخش يجيب الكره من جوه، تمام؟ تمام. القانون هنا بيقول لك عند احراز الهدف، عند احراز الهدف ما ي... لا يسمح للعيب محرز الهدف ان ياخد الكره، ولو خدها من جوه الملعب من جوه الجول ياخد انذار. طب احنا بنشوف في الدوريات يعني، خلينا انا كمان انا اعرف، واللعيب بيسيب له الكره يروح ياخدها يا كابتن سمير. بص غلط يا كابتن ميدو، احنا بنتكلم كقانون. القانون ليه دي بتبقى الاتحاد الدولي شافها بتبقى ان سبورتنج بيهيفير، بيبقى ايه سلوك غير رياضي وممكن يبقى استفزاز للفرقه اللي تم احراز منها هدف. تمام. مفيش في الدنيا حد بيجي فيه جول بيبقى مبسوط، صح؟ تمام تمام. ما بيصدق يعمل اي مشكله، فالمفروض كلعيبه كبار برضو الدوري المصري اول ما بتجيب جول ترجع نص ملعبك مش بتاعك. اوكي. بنشوفها بنشوفها. مين الغلطان فيها؟ الحكام، لان كان لازم برضو يبقى في اجراءات. ايه لو كل حكم عملها يا كابتن ميدو هتلاقي في الماتش اللي بعدها ما حدش بيعملها. خلي بالك انا اول مره اعرف كده بجد، انا اول مره اعرف ان اللعيب يجيب الجون يسيب الكوره، لان بشوف في الدوريات الاوروبيه بيجيب الجون يروح ياخدها. لو جابها لو جابها تطبق قانون انذار. تمام يا كابتن، انت لو جبتها بس احنا عندنا كايه بنتساهل فيها شويه. تمام تمام. لا، المفروض اللعيب يحرز الهدف يسيب الكوره ويرجع نص ملعبه. تمام تمام تمام. طيب النقطه الثانيه، النهارده شفنا احداث غريبه. النهارده كان في ماتش يعني في الجول الثاني اللي احرزه نادي الزمالك، حارس المرمى مسك الكوره بعد ما دخل فيه الجول، صح؟ تمام. فجاه تحولنا من كره القدم للعبه الرجبي. عارف لعبه الرجبي؟ عارفها طبعا، اللي هو اللعيب بيمسك الكوره واللعيبه كلها بيحاولوا ياخدوا منه الكوره. بس هي لعبه الرجبي ما بقاش فيها بنيات وشلاليت، يعني بيبقى فيها يعني عايز ياخد منه الكوره من غير بنيات وشلاليت. كوليكشن بقى فيها يعني، بزودين فيها حته زياده يعني. فطبعا يعني انا طبعا سلوك اللاعبين ما كانش جيد، ما ساعدش الحكم. الحكم كان لازم في سيطره اقوى، كان لازم في سيطره اقوى جدا جدا من اكتر كده محمود عاشور، وخاصه انه حكم كبير. بس ده يرجع برضه لاختيار لجنه الحكام. انا كنت شايف يعني ثلاث حكام من الحكام اللي كانوا بيديروا بطولات افريقيا اللي هو جاد او امين عمر او ابراهيم، واحد فيهم بيدير المباراه. وكذلك المباراه الجايه بتاعت الاهلي والمقاولين على فكره المفروض ما تخرجش من الثلاثه اللي انا قلتهم، مع ان كان كابتن محمود عاشور لياقته حاضره في الماتش ده. اتفضل يا كابتن ميدو. كنت بقول لحضرتك ان الكابتن محمود عاشور كانت لياقته حاضره جدا في الماتش. بص ممكن تكون اللياقه البدنيه، بس اللياقه الذهنيه يا كابتن في الملعب برضو يعني ايه بعيده شويه. عايز اعرف عاشور اللي مثلا من شهر او شهرين ما يبقاش فيه المشاكل دي كلها برضو من وجهه نظري انا. علاوه بقى يا كابتن، احنا لما اتفرجنا على بطوله افريقيا ما شفناش السلوك ده من اللاعبين اصلا. يعني انت عارف اللي نجح بطوله افريقيا تحكيميا هي سلوك اللعيب الافارقه بصراحه يعني. شفناش المناظر، كنا بنشوف اللعيب بيعمل فاول بتلاقي زميله بيقومه. نيجي لاخر نقطه حضرتك اتكلمت فيها، احراز الاهداف في الدقيقه 6 و8 وبتاع. يا جماعه عاوزين نقول حاجه، المباراه عباره عن 90 دقيقه، تمام؟ واي احداث بتحصل الحكم هو اللي ليه حق وحيد. انا مش معترض والله، انا بفكر بس الناس. هكملك. الاهلي لما جاب جول برده في وقت شبيه لكده الناس اعترضت، صح ولا غلط؟ تمام. برضه ما فيش اعتراض، للي بيطبق على الاهلي هو اللي بيطبق على الزمالك. واخد بال حضرتك؟ فالدنيا سهله جدا. انا فاكر لما الاهلي جاب جول قبل كده في الوقت الضايع الناس كلها ايه زعلت وقالت ما اعرفش ايه الوقت ومش الوقت. لا، ده من ضمن المباراه، من ضمن الوقت بتاع المباراه. اتمنى التوفيق بعد كده خلال المباراتين الجايين، بس عاوزين تريث اختيار الحكام ما تحصلش الاشكال اللي احنا شفناها النهارده بصراحه يا كابتن. اكيد اكيد، لكن انا بس باكد لحضرتك تاني ان احنا مش بنعترض، احنا بنفكر الناس بس ان الدنيا قامت لما الاهلي. انا باكد على كلامك يعني، لكن هو شيء طبيعي جدا، هو شيء طبيعي جدا الحكم يزود وقت يقلل وقت، ده حاجه في الكوره عاديه جدا. بالظبط، انا باكد على كلامك، والحمد لله انها حصلت في نفس الموسم. يعني زي اللي حصل للاهلي هو حصل مع الزمالك، هو اللي حصل مع اي فرقه ثانيه. تمام، فده شيء طبيعي يعني. تمام تمام. لكن يا كابتن، ممكن الكابتن محمود عاشور كان عايز يعني يسيس هذه المباراه ويطلع منها باقل الاخطاء اللي ممكن تحصل بعد كده، ليه طردت 3-4 لعيبه؟ لان لو فتحت باب الطرد يعني ممكن في 6 لعيبه يطردوا النهارده. بص يا كابتن، من وجهه نظري انا عشان لو كان محمود بيفكر في كده يبقى كان لازم يوم الماتش يخرج منه بالمنظر ده. انما انت كنت لازم في اجراءات سليمه تاخدها جامد من الاول. يعني في مثلا احنا عندنا مثلا في فرجاني سافي
عمل حاجات غريبه النهارده. ده في حاجات كتير انا مش عايز اتكلم على لعيبه عشان بس ما نقولش ان احنا ضد لعيبه الزمالك. انا بتكلم كتحكيم، انا بتكلم. طب ما هو الجونه برده في نفس القصه، ما هو الجونه برده في اخطاء، بس للاسف مش عارف اسامي اللعيبه بتاعه الجونه، برده كان في اخطاء كبيره كانت ممكن ايه تغفي اجراءات، الاجراءات الانضباطيه زي كابتن ميدو لو اتعملت من الاول هتخلي بالبلدي كده الباقي كش، لان باجي بطبق قانون. لان الماتش ده ماتش النهارده ده ماتش بطوله. ماتش الاهلي والمقاولين ماتش بطوله، ما يقولوش خالص عن ماتش الاهلي والزمالك على فكره. اكيد اكيد. فاتمنى الباقي توفيق، واتمنى اختيار الحكام الفتره الجايه يبقى ايه يعني فيها الشيء برص من تريث والاختيار السليم، يعني مع احترامي للجميع كلهم اساتذتي، بس انا كانت بتكلم كمنطق. دول ثلاث حكام لسه بيلعبوا في بطوله افريقيا، كان لازم يلعبوا ثلاث ماتشات تركيين، ما جيبش واحد وحمل المسؤوليه على عاشور بقى له 40 يوم ما لعبش ماتش ودي، العبوا ماتش زي النهارده ماتش بطوله، ده من وجهه نظري يعني. طب هل اي حكم يعني كان ممكن يطرد لعيبه يا كابتن سمير؟ اه طبعا، لو انت كابتن ميدو حضرتك لو هتحكم يعني اي حكم في مكان الكابتن محمود كان ممكن يطرد 3 4 لعيبه 5 لعيبه، لان حضرتك شفت يعني حضرتك لو متواجد في هذه المباراه هتطرد كام لعيب؟ بص يا كابتن، انت حضرتك لو شايف ان اللعيب ده يستحق الطرد لازم تطرده، مش كده المفروض. خلي بالك انت مش انت خلي بالك انت في ماتش النهارده مش بتظلم فرقه، لا انت بتظلم فرقه ثانيه مستنيه النتيجه بالظبط. لو لا لو قصدك على الاهلي احنا مش مستنيين نتائج والله يا كابتن. لا انا بتكلم يعني الحمد لله الكوره في رجلين. انا بتكلم لا انا بتكلم في العموم يا كابتن، ما قبل الماتش كانت البطوله برضو ما زالت معلقه وما زالت معلقه على تمام فكرة. اكيد اكيد, أكيد. انا بقول لك الكوره في رجل كل فريق. انا بتكلم ككوره، انا بتكلم ككوره، اللعيب اللي يستحق الطرد طرده. وعاوز اقول لحضرتك معلومه، وحضرتك عارف انت لعيب دولي كبير، الحكم مش هو بيطرد اللعيب، اللعيب هو اللي بيجبر الحكم انه يطرده او يديله انذار. اكيد اكيد اكيد. لكن دور الحكم دور الحكم الخامس يا كابتن، لانه كان قريب قوي من الاحداث. النهارده كان عندنا مثلا طارق مجدي اوكي في حراز الهدف الثاني، هو دخل بقوه وهكذا يعني دخل في وسط الاحداث، يعني قلل شويه من وتيره الاحداث. بس بصراحه النهارده مع احترامي الكامل اللعيبه مش عامله حساب الحكام. انت عندك في الجول الاولاني اما احمد ياسر ريان جاب الجول ومحمود شدوا مع بعض وبتاع، والمحمود ناجي نزل الحكم الخامس، لا الحكم معلش يا ميدو الحكم برضه ليه هيبه، يعني الحكم طبعا بتخش المفروض تقف طبعا. لا ده هم شايفين الحكم الاثنين يكملوا، ده بيضرب وده ده اللي انا كنت مستغربه، واحد بيتقطعوا وده بيدي بالشالوت. طب انا بعمل ايه؟ يعني انا كحكم بعمل ايه؟ دي شخصيه حكم يعني، دي ما اقدرش اتحرك فيها بقى، يعني في حته انا بقف فيها فنيه يعني تقول لي لا ده انت يا سمير حضرت دي غلط ما حسبتهاش، انا ندردش فيها. انما كشخصيه حكم دي شخصيه الحكم مش بتكتسب اكيد، يعني انت مولود بيها اكيد، لازم يبقى في احترام وهيبه للحكم. انما نخش في الخناقات وخبط ورب لا، يعني المنظر ما كانش كويس، المنظر ما كانش كويس، وما شفناهوش احنا ولا شفناه في الدوري ولا شفناه في بطوله افريقيا. اكيد اكيد. عشان كده بس يا جاي بعد بطوله نظمتها مصر على احسن ما يكون، عشان كده الاحداث كانت مؤسفه شويه. بس يا رب الماتش ده ما يكونش حد شافه وننساه من ذاكرتنا، بصراحه المنظر ما كانش ظريف يا كابتن. يعني دلوقتي يا كابتن ممكن يبقى في قرارات بعد هذه المباراه ولا كده خلاص؟ والله اللي على حسب تقرير حكم المباراه اللي كتبه واللي شافه في الملعب هو اللي بيتاخد. بس اللي انا شايفه انت هتكتب ايه؟ انت هتوقف بس ان انت طردته، انما ما خلاف ذلك خلاص هتكتب ايه؟ الا لو مراقب لجنه المستشفيات شاف حاجه بعد المباراه تستحق هيبقى فيها عقوبه. اكيد اكيد. انما المباراه خلصت نهايه طبيعيه جدا، وفي النهايه الحمد لله خلصت على كده يعني الحمد أكيد. لله. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، ودايما بنستفيد من معلوماتك، وشكرا جزيلا ليك يا كابتن سمير. عايز اقول لكم جدول الترتيب بعد هذه المباراه، الاهلي في المركز الاول برصيد 74 نقطه، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطه، الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطه، والمصري 52 نقطه في المركز الرابع، المقاولين برصيد 48 نقطه. الجدول امام حضراتكم، مصر المقصه برصيد 46 نقطه، والاسماعيلي 43، طلائع الجيش 41، وام بي في المركز التاسع برصيد 40 نقطه. كان ممكن الجونه يبقى في المركز التاسع كمان مش المركز العاشر، وباقي الفرق زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. تعالوا نروح لاخبار النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله المباراه تكون مميزه يوم الاربعاء من جانب النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا الاهلي والمقاولين، ان شاء الله الاهلي يحسمها باذن الله.
الكابتن خطيب الأسطورة الأهلوية بيشارك في اجتماعات لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي. دايما بقول إن الكابتن محمود الخطيب لما اسمه بيتحط في مكان بيزين هذا المكان أيا كان المكان هو إيه، ودي حقيقة مش كلامه خلاص. كابتن محمود الخطيب أسطورة فعلا عايشة في وسطنا، إن شاء الله ربنا يديله طولة العمر. دايما بيزين أي مكان بيكون فيه، سواء لجنة أندية الاتحاد الأفريقي، لجنة أندية اتحاد العالم كله، يعني هو بيزين المكان. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شارك في اجتماع لجنه الانديه والمسابقات بالاتحاد الافريقي والتي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد بالقاهره. حضروا 15 من رؤساء الانديه والاتحادات في القاره، وكان النادي الاهلي المصري الوحيد الذي حضر هذا الاجتماع. ده طبعا شرف كبير جدا لينا وشرف للاتحاد الافريقي ان هو يحضر كابتن محمود الخطيب في هذا الاجتماع. حرص احمد رئيس الاتحاد الافريقي والذي ترأس الاجتماع على الترحيب بالكابتن محمود الخطيب باعتباره احد ابرز اساطير القارة. تناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات القروية في القارة الإفريقية وكيفية تطويرها، وكذلك تطوير اللوائح المنظمة لهذه البطولة. وكذلك تمت مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة، والتي كان الأهلي تصورات عرضها لصالح كافة الأندية. دايما بنتكلم، الأهلي دايما بيتكلم في المصلحة العامة، وقلنا الكلام ده يعني مرارا وتكرارا، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الكرة في أفريقيا بصفة عامة. بالتأكيد اجتماع مهم جدا كان يعني في الاتحاد الأفريقي، أكيد بيستعين بكل رموز القارة، وأكيد كابتن محمود الخطيب رمز كبير في القارة الأفريقية، وأكيد كان لآرائه ومقترحاته إن شاء الله يكون ليها أهداف، وأهداف كبيرة جدا، خصوصا بعد التطور الكبير قوي اللي حصل في الكرة الأفريقية اللي حضراتكم شفتوه. كمان أكيد لازم يبقى فيه كمان تطور، تطور أكبر كمان. إن شاء الله يكون لهذا الاجتماع وهذه القرارات صدى كبير في الاتحاد الأفريقي من جانب الكابتن محمود الخطيب. خلاص اتكلمنا عن مباراة الجونة وقفلناها خلاص. لو هنعرف نجيب تليفونات عايزين مباراة ولا هنقفلها خلاص. كمان نروح لعيبة النادي الأهلي. الشيخ بيؤدي جلسة في الجيم، عارفين أن أحمد الشيخ كان اشتكى من آلام أبعدته في الفترة الأخيرة من المران. إن شاء الله يرجع بسرعة، كل اللعيبة ترجع بسرعة، محتاجين لعيبة في المباريات المتبقية ومحتاجينهم إن شاء الله في الموسم الجديد. ولاسارتي بيجتمع بمعاونيه ويحاضر اللاعبين في التتش، أكيد طبعا هيجتمع بمعاونيه ويجتمع بيهم كمان أكتر وأكتر في اليومين اللي جايين دول لغايه مباراه المقاولين. اكيد هيتكلم عن اهميه المباراه، خصوصا كمان بعد تعادل الزمالك النهارده مع الجونه، هيتكلم عن اهميه المباراه، مباراه في ايدينا ومباراه في رجلينا واحنا النادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي يحسمها باذن الله. اجتمع مع جهازه المعاون النهارده، وان شاء الله هيروحوا للاسكندريه يوم الثلاث للمبيت قبل 24 ساعه من مواجهه المقاولين على خير باذن الله. رمضان صبحي كان اشتكى في مباراة البلاستيك من ألام في الضمة، إن شاء الله رمضان يرجع بسرعة جدا. تدريبات تخصصية برضو في الجيم وبرنامج بدني لرمضان صبحي اللي اشتكى من ألام في العضلة الضمة. لاسارتي بيطمن على إكرامي، النجم شريف إكرامي بعد عودته من ألمانيا. عايز أقول لكم الأخبار يعني بشكل سريع، إكرامي بينفذ البرنامج العلاجي والتأهيله والتأهيل بتاعه، إن شاء الله يرجع بسرعة جدا. محتاجين كل اللعيبة زي ما قلت لحضراتكم مع الشناوي ولطفي وكرام، إن شاء الله كلهم يكونوا يعني في فورمة بدنية عالية جدا. محمود وحيد ومحمد محمود نجوم طبعا في النادي الأهلي. محمد محمود عارفين إن هو خلاص يعني بينتظم في برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي. محمود وحيد كمان اشتكى في إجهاد في العضلة الضمة. يا جماعة موضوع العضلة الضمة ان شاء الله يرجع بسرعه جدا. محمد محمود لعيب الحمد لله على كل شيء، لعيب مهم قوي هيفيد النادي الاهلي قوي قوي ان شاء الله لما يرجع وينتظم في التدريبات. النهارده كان المران في عرضيات وتصويبات كثيره جدا على الجون، هدفها اكيد استغلالها في مباراه المقاولين من جانب لاسارتي ولاعيبه النادي الاهلي. دي كانت لقطات من المران. دي كانت اخبار النادي الاهلي بشكل عام. وبسرعه جدا لو معانا على التليفون يا جماعه نطمن لعيبه، نطمن الناس على المران. طيب اوكي نبعد شويه عن اخبار النادي الاهلي. لجنه الحكام بتختار النجم الكبير كابتن جمال الغندور ومجدي رزق لتعريف الانديه بالتعديلات الجديده. عارفين ان في تعديلات تحكيميه حوالي 6 أو 7 تعديلات، اكيد حضراتكم عرفتوها. ان شاء الله
لجنه الحكام اختارت الكابتن جمال غندور ومجدي رزق ان هم يروحوا الانديه ويعرفوا اللعيبه على هذه التعديلات ويوضحوها جدا. طيب معايا زميل العزيز شريف شعبان عشان يقول لنا اخر اللي حصل في التدريبات. شريف اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كلها. اهلا بيك ودايما منورنا شريف. طمنا على المران وقول لنا بقى كل كبيره وصغيره زي ما احنا متعودين معاك. الاول الكرافته الحمراء منوره. مش قصدي حاجه والله. الاهلي حاطط برنامج من يوم السبت لحد يوم الاثنين، هيكون التمرين 6 مساء، يوم الثلاثاء باذن الله هيكون التمرين صباحا، ومن بعده السفر الى برج العرب لمبيت ليله مباراه المقاولين العرب طبعا يوم الاربعاء، ومعسكر مكمل في برج العرب الى مباراه يوم الاحد مباراه القمه طبعا. النهارده التمرين كان في 9 مساء، كان في اجتماع مع اللاعبين الجهاز كله مع اللاعبين حوالي 5 دقائق، اتكلم مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ على ما حدش يركز خالص في اي مباراه على المنافس، ما حدش يركز في مباراه القمه، التركيز فقط في مباراه المقاولون العرب، التركيز فقط في الحصول على 3 نقاط، التركيز فقط على استثمار الفتره الاخيره معسكر اسبانيا الناجح، الفتره الاعداد اللي ابتداها في المحترف تيتش ومكمله في التيتش لحد دلوقتي الناجحه جدا، يستثمروا كل هذا في مباراه المقاولين العرب ويفنشوا ال3 نقاط. يمكن بعد هذه الجلسه كان في احماء لكل اللاعبين، يمكن الشيخ في اول التمرين اشتكى من اصبع رجلي، فطبعا قلع الشوز وخرج، اللي عنده يعني يمكن التهابات او ورم بسيط فخرج من التمرين. يمكن على الجانب الاخر باقي اللاعبين عملوا التمرينات، وبعد كده كان في تخصص على الجول من الاجناب واقتراحات من العمق وتقسيمه من ثلاثات، كان حريص ان هو اول باول يوقفها ويعطي تعليمات، وكان مركز جدا على الاوفرات. تمام. وقف التقسيمه ووقف التخصص كذا مره عشان دقه الاوفرات بشكل معين وباسلوب معين عشان اللعيبه تقدر تحفظه ويبداوا يفنشوا بيه الهجمه. يعني لفت نظر النهارده تعليمات على طول الاوفرات من اليمين والشمال تكون طالعه بشكل معين. يمكن محمد الشناوي يمكن جاله اصابه في التمرين، خلع كل قلوب الناس اللي موجوده، ولكن نزل له الدكتور عمل له تيست والحمد لله قال له كمل التمرين مفيش حاجه، وكمل تمرينه بكل قوه مفيش اي حاجه خالص. شريف اكرامي ظهر النهارده وعمل جلسه يمكن في الجيم، ويمكن عمل جلسه مع مستر لاسابتي في نص التمرين. مستر لاسابتي بيمتاز بجلسات في الفتره الاخيره او يمكن طوال تعاقده مع النادي الاهلي على طول جلسات مع لعيبه الفريق، لكن النهارده كان عنده جلسه مع محمد نجيب سيرت باك الفريق، لان الجلسه كانت طويله شويه اثناء التمرين. ايضا عمل جلسه مع رامي ربيعه، رمضان صبحي اللي امبارح عمل سونار او موجات صوتيه على العضله الضمه والحمد لله هو سليم، ولكن النهارده النادي الاهلي ما رضيش يخليه يتمرن، يمكن عملوا تمرينه خفيفه علشان خاطر ما يوجهتش او الاصابه ممكن تتفاقم ولا حاجه، ولكن هو جاهز بكل قوه لمباراه المقاولون العرب، وبكره باذن الله هيكون هيشارك في التمرين بصفه يعني منتظمه. تاهيل على الجانب الاخر محمود وحيد ومحمد محمود العائد من الرباط الصليبي، يمكن التاهيل مستمر وتاهيل كويس جدا، ومحمد محمود بيقدم شكل رائع ومتميز الحمد لله بيدل على نجاح العمليه، وباذن الله في خلال شهر شهر ونص كتير جدا جدا هيكون موجود في الملعب. محمود وحيد بكره باذن الله هنشوف هيتعمل له تيست اذا كان هيتمرن او لسه مكمل في مرحله التاهيل. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان وتدريب الحراس شناوي علي لطفي شوير احمد طارق تمرينه والاروع تمرينه قويه جدا، والاربعه بيأدوا تمرينه كويسه، ويمكن الشناوي بيعلن طبعا لمباراه المقاولين العرب. لفت نظر لعيبه كثيره جدا في التمرين، الكل متالق، الكل مركز، الكل عاوز يصالح جماهيره، الكل عاوز يحسم بطوله الدوري الممتاز المحبوبه لجماهير النادي الاهلي. كابتن ميدو اتفضل. انا بشكرك شكرا جزيلا، انت ما اديتنيش فرصه اسال يعني كالعاده شريف زميل عزيز شريف شعبان، شكرا جدا جدا ليك على هذه التغطيه المميزه. يعني شريف اتكلم في كل كبيره وصغيره في التمرين، ان شاء الله المران هيكون اليومين اللي جايين 6 مساء، وان شاء الله الثلاث هيكون تمرينه صباحيه على بعدها على السفر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على كل خير باذن الله في مباراه المقاولون العرب. قلت لكم خلاص ان لجنه الحكام اختارت الكابتن جمال الغندور ومجد رزق لتعريف الانديه بالتعديلات الجديده، والجونه بيعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد يكون بقياده الصربي نيبوشا. نيبوشا اسم جديد ما جاش في مصر قبل كده عشان بس الناس ما تفتكرش نيبوشا تاني. يكون معاه مدرب مساعد ايضا صربي، يكون معاه رضا شحاته مدرب عام ومدرب احمال انجليزي، هشام السيد مدرب حراس مرمى، عماد عبد الدين مدرب، وسام صفوت محلل اداء. والجونه يجدد لجده والكاميروني جوناسان قبل انطلاق الموسم الجديد.
احنا في اخبارنا لسه حجز دعوه الغاء هبوط بتروجيت والنجوم والداخليه لجلسه 31 يوليو. الانديه الثلاثه كانوا تقدموا بدعاوي قضائيه وان شاء الله تحسم يوم 31 يوليو. انا يعني خلينا نستنى لغايه النطق بالحكم يوم 31 يوليو الجاري. سموحه بيفاوض ابو جبل لتمديد تعاقده مع الفريق السكندري. سموحه عايز يجدد لابو جبل ومدينه فرصه ان هو يرد عليهم ولم يتم الرد حتى الان من ابو جبل. اكيد حارس مميز جدا كان جاله عروض، اكيد سموحه يعني عايزه ان ابو جبل يكمل معاهم 3 سنين تاني. ورينار يرحل رسميا عن المغرب. مشوار الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسخه الجديده ان شاء الله، ان شاء الله في حال تتويج النادي الاهلي باللقب هيقابل فريق اسمه اطلع بره. هو اسمه كده فعلا يعني مش ضحك، اسمه اطلع بره من جنوب السودان. فريق اسمه قوي جدا بصراحه، اسمه مميز كمان. اطلع بره اللقاء الذهاب ده في دور 64، لقاء الذهاب هيكون بجنوب السودان من 9 او 10 او 11 اغسطس، ومباراه العوده ان شاء الله تكون بمصر من يوم 23 او 24 او 25 اغسطس. خلينا نمشي دور بدور ان شاء الله. النادي الاهلي يتاهل لدور 32، هيقابل فريق كانو سبورت اكاديمي من غينيا الاستوائيه. ان شاء الله على خير. نطلع فاصل يلا عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، كابتن ابراهيم عبد الصمد الكابتن الكبير وكابتن ماهر امام الكابتن الكبير، نجوم مصر ونجوم الاهلي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي، ونورني وشرفني نجوم مصر الكبار ونجوم النادي الاهلي كابتن ابراهيم عبد الصمد. منور الدنيا. اهلا بيك يا ابو كابتن، انت اللي منور، انت اللي وحشنا. ربنا يخليك يا رب. ايضا النجم الكبير الكابتن ماهر همام، منور الدنيا يا كابتن. عزيزو عامل ايه؟ وحشني واللون جميل قوي. كله تمام مصر. ده من الشمس التدريب مش مصايف. كل سنه طيبين، وبدانا رحله الدوري تاني وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون دوري مشرف زي البطوله الافريقيه. لكن عايز اتكلم مع حضرتك في الاول عن مشاركه الكابتن الكبير اسطوره النادي الاهلي كابتن محمود خطيب في اجتماع لجنه الانديه في الاتحاد الافريقي. الكابتن خطيب قيمه وقامه واي مكان يتواجد فيه الحقيقه بيزيدوا شرف وبيزيدوا مكانه. مش كده انا قلت كده، بقول كده على طول. هو اللي بيزيد المكان بصراحة. هو اللي بيزيد المكان قوه وفخامه، وبالتالي مشاركته في الاتحاد الافريقي في اللجنه شرف للاتحاد الافريقي ان الكابتن خطيب يبقى متواجد فيها، وده الحقيقه احنا بنعزه فخر لينا ان هو اولا كان من احسن اللعيبه اللي تواجدت على الساحه المصريه، ومن يعني ما شاء الله، وهو في الناحيه الاداريه كمان دلوقتي في النادي الاهلي بيديرها بطريقه جيده جدا، وخبراته مكتسبه من السنين اللي قضاها في مجلس الاداره، واكتسب خبرات كبيره، والخبرات دي دلوقتي هو بيعوضها كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي. فيكون موجود في الاتحاد الافريقي دي حاجه اولا شرف لينا احنا كلاعيبه النادي الاهلي القدامى ان الكابتن خطيب بيمثلنا في الاتحاد الافريقي، وشرف للاتحاد الافريقي ان الخطيب يبقى موجود جواهم. يعني اكيد اكيد كابتن ماهر، يعني خطوه مهمه من الاتحاد الافريقي ان هو بيشوف اساطير القاره الافريقيه زي كابتن محمود الخطيب، وطبعا كمان كان معاه اساطير من القاره الافريقيه، لكن خطوه مهمه جدا بيستفيدوا بخبراتهم بارائهم بتطويرهم للكره الافريقيه. شايف الموضوع ده ازاي؟ يعني شايف ده انجاز للكره المصريه للنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب زي ما كابتن ابراهيم قال قيمه وقامه، راجل كان احسن لعيب في مصر وكان احسن لعيب في افريقيا، خد الكره الذهبيه اكثر من مره، النهارده طبعا بيشارك مع الاتحاد الافريقي في جميع الاجتماعات اللي بتمس الكره الافريقيه بالنسبه للانديه، وانا شايف ان في اتجاه طبعا للنجوم الكبار. حتى احنا شفنا في كاس الامم الافريقيه شفنا ايتو، شفنا بعض النجوم القاره السمراء وهم موجودين بشكل كبير جدا في المدرج. حتى كمان يمكن لما نزل ايتو بكاس الامم الافريقيه والتشجيع اللي حصل بالنسبه للجماهير العربيه للنجوم الكبار، فانا شايف ان في مشاركه بشكل كبير جدا والاستفاده من هؤلاء اللاعبين اللي خدموا القاره السمراء بشكل جيد.
فانا شايف ان هيحصل تطوير ميدو خلال الفتره القادمه باذن الله من خلال هذا الاتجاه. طبعا كابتن خطيب زي ما قلت قيمه وقامه بنحييه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الكلام ده يعود على النادي الاهلي ان شاء الله بالارتقاء وبالتطوير من خلال هذه الاجتماعات. اكيد الكابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الاهلي كان هو الممثل الوحيد المصري في هذا الاجتماع. يا كابتن ابراهيم، ما بقول يعني كابتن خطيب بيزيد اي مكان يشارك فيه نظرا لخبراته السابقه في مجلس الاداره وخبراته كلاعب كوره وخبراته دلوقتي كرئيس نادي اهلي، فبالتالي هم خبراته دي هم هيستفيدوا منها وهيستفيدوا من ارائه لتطوير الكره الافريقيه. فبالتالي يعني حاجه جميله، اولا فخر لينا زي ما قلت قبل كده، فخر لينا ان الكابتن خطيب يمثل مصر في الاتحاد الافريقي وفي اللجان دي، واضافه للاتحاد الافريقي نظرا لما يتمتع به الخطيب من امكانيات اداريه وفنيه يقدر يفيدها فيها طويله جدا، اكيد يقدر يفيد بها الاتحاد الافريقي وتطوير الكره الافريقيه اكثر ما هي متطوره في الايام دي يعني. اكيد اكيد. يعني تفتكر المشاريع او الخطط اللي حاططها او حطها هذه اللجنه يا كابتن مال لتطوير الكره الافريقيه ممكن تروح بينا لفين، او ممكن تكون مقترحات ايه لتطوير هذه اللعبه في افريقيا؟ شايفين اللعبه اساسا تطورت في العالم كله يا كابتن مال، وعايزين عندها تطور في كل حاجه بصراحه. يعني اكيد يعني بنجوميته محمود الخطيب والباع الكبير اللي قدر ان هو يخدم بيه الكره المصريه والكره الافريقيه اكيد هيستفادوا منه بشكل جيد. كابتن محمود الخطيب عنده افكار كثيره من ناحيه تطوير الشكل والاداء للكره المصريه حتى من جانب التسويق. يعني كان برضك انا عارف ان هو عنده فكر من ناحية التسويقية بشكل كبير جدا، عنده فكر كمان انه يعمل اكاديميات للنادي الاهلي خارج مصر بالنسبة للقارة الافريقية. فواضح قوي ان يعني في دراسة وفي استراتيجية الكابتن محمود الخطيب بصفته ان هو عاش الاجواء اللي كانت موجود مع اداريا مع الكابتن صالح سليم، استفاد بشكل كبير جدا من وجوده قاعده مجلس اداره في مجلس الكابتن صالح، استفاد بشكل كبير جدا كابتن محمود الخطيب كمان مع الكابتن حسن حمدي، استفاد بشكل كبير جدا مع العملاقين اللي كانوا موجودين خلال وجود الكابتن محمود الخطيب قاعده مجلس اداره. بعد كده التدرج اللي هو وصل ليه كنائب للرئيس وامين صندوق وبعدين كرئيس نادي، اكيد الحاجات دي ميدو هتفرق كتير جدا مع الكره الافريقيه. حتى التطوير الاداري اللي داخل النادي الاهلي اللي احنا بنشوفه من ناحيه المؤسسه الكبيره واضح قوي انه حاطط ايده عليها بشكل كبير. نتمنى كمان ان التطوير ده ينول اتحاد الكوره من الجانب الاداري، فاحنا محتاجين اداريا من الاختيارات اللي بعد كده ان شاء الله من خلال الثلاث اشهر القادمين بالنسبه للجمعيه العموميه، ان احنا محتاجين عناصر بقيمه الكابتن محمود خطيب تفرق معانا تطوير الكره المصريه، تطوير بشكل كبير جدا تفرق معانا بشكل كبير. يعني وجود الكابتن محمود الخطيب كعنصر رئيس نادي لازم الفتره اللي جايه نستفاد منه بشكل كبير جدا، ازاي نحط ايدينا على العناصر اللي ممكن تفيد الكره المصريه من الناحيه الاداريه، لان احنا ميدو محتاجينها بشكل كبير جدا، لان الجانب الاداري هيفرق مع الجانب الفني وهيساند الجانب الفني بشكل كبير جدا ويقدر يرتقي بيه. اكيد. فعنصر من العناصر اللي ممكن تبقى بقيمه الكابتن محمود الخطيب، محتاجين الرجال دي، محتاجين الشخصيه دي، محتاجين النضج ده، محتاجين الموهبه دي. اكيد. نتمنى ان شاء الله يبقى الفتره اللي جايه اكتر من عنصر موجود من ناحيه الشخصيه، من ناحيه القدوه، من ناحيه الفكر، من ناحيه النجوميه، هتفرق معانا بشكل كبير جدا بالنسبه لاتحاد كره مصر. اكيد اكيد. كابتن نرجع للبطوله الافريقيه وشفنا التنظيم الهايل للبطوله الافريقيه وشفنا الملاعب كانت على احسن ما يكون، شفنا التنظيم كمان للمتفرجين الدخول والخروج، هنكمل كده ازاي او شايف ان احنا ممكن نكمل كده ازاي؟ أنا شايف إن تدخل الدولة بطريقة جدية في القصة دي، وخاصة إن رئيس الجمهورية بيترأس دلوقتي الاتحاد الأفريقي، تدخل الدولة بطريقة مباشرة وكل اللجان اللي اتعملت، كل الوزارات تكاتفوا
كل في مجاله انه يطلعوا اولا بالبنيه التحتيه الاول، الاستادات اللي اتعملت على احلى مستوى، الطرق اللي اتعملت عشان يسهلوا بها تنقلات الفرق، المتطوعين اللي تطوعوا، سلوكيات الجمهور اللي موجود سواء الإخوة الأفارقة اللي موجود، الجمهور الكبير اللي جه، الجمهور المصري العظيم اللي أسرى الملاعب وكان متواجد بطريقة جيدة، بدايات الماتشات ونهاياتها، الأعلام اللي اتحطت في وسط الملعب. احنا حسناش ان احنا في مصر الحقيقة، ده سواء حفل الافتتاح او حفل الختام على احسن مستوى، والكل بيشيد بالتنظيم الرائع سواء اثناء الماتشات او اثناء او بعد المباريات. الناس المتطوعين المرافقين للفرق وكانوا قائمين على خدماتهم، ما حدش اشتكى منهم، وكل طلبات الفرق كانت مجابه سواء ايام التدريبات او ايام الماتشات او اقامتهم في الفنادق. فالحقيقه ده السلوك ده بيجبرنا ان احنا دي تبقى البدايه، عايزين تبقى البدايه دي ونبني عليها، مش عايزين نقل على اللي حصل في الدوري الافريقي سواء في ماتشاتنا المحليه او في ارتباطاتنا القادمه سواء الافريقيه او على المستوى الافريقي او على مستوى الكونفدراليه. مش عايزين الخبرات دي نتخلى عنها، وعايزين نزودها ونبني عليها. بالظبط، مصر قادره في اي وقت انها تنظم بطولات عالميه، والاتجاه دلوقتي حتى رئيس الاتحاد الدولي اشاد بالتنظيم واشاد بالملاعب واشاد كله، اشاد العالم كله اشاد، يعني ما فيش حد قال حاجه سلبيه واحده. ارجو ان سلوكيات الجمهور لا تقل عن السلوكيات اللي شفناها في الدوري الافريقي وفي الفتره القادمه بالنسبه لمصر، ان دي اولا هتساعدنا في كل المجالات، في المجالات في السياحه وفي الاقامه وفي المشاريع، والمستثمرين هيبتدوا يدخلوا مصر لان مصر بلد الامان. يعني هتشجع الناس كلها ان مصر دي تبقى وجهه الناس كلها تتجه لها. فارجو ان احنا ما نقلش عن القصه دي. اكيد التنظيم المبهر للبطوله دي يا كابتن ماهر هيصعب الماموريه على اي بلد هتنظم البطوله. الكاميرون هي اللي جايه. اكيد اكيد اكيد، وده اللي اتقال يعني راجل رئيس الاتحاد الدولي قال مصر بتصعب المهمه على الدولة اللي هتنظم البطولة الأفريقية. قال كده فعلا. والكاميرون طبعا هتبقى الأمور هي اللي هتنظم الصعوبة بالنسبة لها. أنا عايز أقول لك ميدو بنحيي كفاية كفاية بقى بنحيي طبعا الدولة أكيد. وإصرارها وإخلاصها والإعجاز اللي عملته، مش الإنجاز، الإعجاز اللي عملته في خلال 4 أشهر، إن هي تطور استعدادات يعني إحنا فقدنا الأمل فيها، ومنها يمكن استاد ناصر. النهارده اللي بنشوفه في ساو باولو الجديد حاجه مفخره، يعني 6 استادات على اعلى مستوى ظهروا بشكل كبير جدا، بنيه اساسيه وتحتيه اتعملت بشكل جيد. كمان عايزين نحيي تذكرتي والشباب اللي اشتغلوا من خلال تذكرتي، عملوا يعني جو ميدو من النظام ومن الدخول ومن التذكره من الشخصية، من النظام، الوضع. الأسرة المصرية زحفت لاستاد القاهرة وهي كمان سعيدة جدا، يمكن أكتر من 75,000، ودي كانت أول مرة بنشوف يمكن العدد ده المهول. عايز أقول كمان إن احنا نجحنا إداريا، وممكن نكون ما وفقناش فنيا، لكن تنظيمك ل 24 غطى على الكلام ده خالص بصراحه. تنظيمك ل 24 او 23 دوله ده يعني من ناحيه الفنادق، من ناحيه الطرق، من ناحيه التنظيم، من ناحيه الشرطه، من ناحيه الجيش، من ناحيه التامين، يعني انا شايف ان احنا كسبنا مكاسب كثيره جدا، لدرجه كل الاحصائيات اللي قالت ان حتى عدد اللي حضروا كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر ضرب حتى يمكن الرقم اللي كان قبل كده في الدوره السابقه اللي كانت في افتكر في انجولا الدوره الماضيه. ضربنا العدد الدخول بشكل كبير جدا. جابون يا كابتن ماهر، جابون وصلنا يمكن اكتر من 900,000، وده رقم كبير جدا. فانا شايف تنظيم على اعلى مستوى صراحه،
رهيب بصراحه. والعائد كمان ده بيدو على البلد من ناحيه اقتصاديه من ناحيه سياسيه من ناحيه يعني طبعا سنه ما كناش متوقعين ان في الوقت القليل ده انت بتعمل سدات وبتعمل ملاعب وبتعمل تنظيم وبتستقبل وفود مفيش ولا شكوى الحمد لله جات لك خالص من اي وفد تشارك في هذه البطوله فحاجه تفتخر انت حتى طبعا. لو كان مستواك انت كفريق وطني كان يعني بعيد قوي عن البطوله اكيد يعني هو يمكن زي ما قلت لك ميدو ان احنا لازم نفكر تفكير جدي جدا من ناحيه الاداريه من ناحيه الاداره ان احنا الاداره هي اللي بتنجح الجانب الفني هي اللي بتساعد الجانب الفني على النجاح فانا شايف ان احنا مع الاحداث الجميله دي التطوير اللي حصل ده لازم نفكر تفكير جدي بقى ان احنا فعلا الجانب الاداري نقدر نرتقي باهم العناصر وافضل العناصر اللي تقدر تساعدنا خلال الفتره اللي جايه مع الجانب الفني اي مدرب وطني انا شايف مع الجانب الاداري اللي هو هيحط ايده في ايدين الجهاز الفني انا شايف ان احنا نرجع لطبيعتنا لمره تانية ان احنا نبقى اسياد افريقيا زي ما احنا حققنا 7 بطولات قبل كده فانا مش قلقان من الناحيه الفنيه لكن قلقان جدا من الناحيه الاداريه نتمنى ان الناحيه الاداريه تتظبط الفتره الجايه على اساس ان هي باذن الله تساند الجانب الفني ونقدر تعود مصر مره تانية ان شاء الله خلال سنتين من افضل المنتخبات اللي هتبقى موجوده على الساحه. السؤال اللي دايما بساله يعني انت اداريا الحته اللي حضرتك متخوف منها. احنا دايما بنتخوف من الحته الاداريه، مع ان احنا نجحنا اداريا نجاح مبهر في 4 شهور. انت تنظم بطوله من اكبر البطولات في العالم. نجاح اداري في كل حاجه. يعني ايه المانع ان انت تكمل كده او ايه المانع ان انت تستعين بناس ناجحه اداريا وفكريا؟ عشان انت اديت الناس اللي صالحين اداريا انهم يديروا المشكله اللي عندنا في مصر ان انت بتكلف الناس اللي هم اصحاب الثقه باعمال هم ما يقدروش يقوموا بيها فبالتالي الاعمال ما بتكونش على مستوى من الكفاءه لو اديت اصحاب الكفاءه هنبقى بالمظهر الحضاري اللي كان عليه الدوله الافريقيه يعني اصحاب الثقه يا كابتن أصحاب الثقه اللي هو الناس المسؤوله بيجيبوا الناس اللي تبعهم اوكي الناس اللي تبع ارجو ان يدوا اصحاب الكفاءه ليقوموا بالاعمال اللي هم مكلفين بيها وبالتالي هنظهر بالمستوى الجيد على جميع المستويات بقى بتكلم عن الناحيه الاداريه وبتكلم عن الناحيه الفنيه وبتكلم عن الناس اللي بينقوا المتطوعين وبتكلم على كل الجهات يدوا اصحاب الكفاءه فرصه انهم يثبتوا وجودهم ويتخلوا عن اصحاب الثقه لان اصحاب الثقه لا يقوموا بالعمل الجيد وحضرتك بتقول اصحاب الثقه دي مجازا يعني اصحاب الثقه يعني اللي هم اصحاب الناس اصحاب الناس المسؤوله اللي هم بي 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 اصحاب الصحاب اصحاب الصحاب يعني مش عايز اوضح اكتر من كده يعني تملي ميدو ما بدورش على صاحبي او زميلي لا ده انا ادور على اللي ينجحني فدي مهمه جدا يعني احنا وصلنا للنقطه دي ادور على الشخص اللي هينجحني يعني انا عندي قصور مثلا أكيد. اداريه ادور أكيد. على حد يبقى عنده تنظيم اداري أكيد. اجيبه واضمه معايا والدنيا موجوده ومليانه طبعا وما شاء الله بصراحة. كوادر كثيره موجوده على الساحه شوف حاجه ولا اروع او حاجه بصراحة يعني يعني زي ما حضرتك قلت يعني عايزين نستفاد الكابتن ابراهيم عبد الصمد موجود نستفاد منه فنيا شطه موجود في الجانب الافريقي نقدر نستفاد منه في حته اللوائح وهكذا يعني انا بتكلم بضرب مثل لزمايلنا موجودين على الساحه نقدر نستفاد منهم بشكل كبير جدا اذا كان من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه. لكن تعالى نروح للبطوله فنيا بقى كابتن ابراهيم، هل فنيا كانت الفنيات المتوقعه في هذه البطوله كنت متوقع فنيات اعلى من كده ولا نفس الفنيات كنت متوقع مستوى اعلى فنيا ككوره بقى؟ ما نقدرش ننكر ان مستويات الفرق الافريقيه تطوروا بشكل فظيع، كل الفرق الافريقيه. احترافاتهم في اوروبا في السن الصغيره ساعد على الارتقاء بالمستوى لجميع الفرق يعني نيجيريا قدمت مستوى اكثر من رائع وكانت تستاهل انها تلعب على الفاينل بس مش نيجيريا برضه بس مش نيجيريا برضه ما انا معاك ما انا معاك بس قدمت مستوى جيد في الماتش النهائي على الثلاث ورابع تمام الجزائر ما شاء الله مستوى غير طبيعي احترافاتهم برضه في اوروبا وساعدتهم جدا الروح يعني ممكن يخسروا البطوله الروح القتاليه اللي بيلعبوا بيها والفنيات ساعدتهم بطريقه جيده جدا انهم يظهروا بالمظهر الجيد ده يعني مش عايز انسى حد
يمكن مش عايز اجيب صيت مصر عشان ايه ما نقللش من مجهود اللعيبه، مجموعه لعيبه زي ما بقول دايما الانتقاء في الاول هو اساس الشغل، الانتقاء تنقي كويس ترتاح كويس. فالبطوله الافريقيه الحقيقه افرزت لنا مجموعه من اللعيبه على مستوى جيد جدا، فرق ابتدت تظهر على السطح، بنين عملت مستوى جيد جدا مع انش ما كانش ليها خالص في الدورات الافريقيه، مدغشقر قدمت مستوى جيد جدا الناس كلها ما كانتش متوقعه، فبالتالي ده كل البلاد دي هتبتدي تبني على اللي هم وصلوا له، وبالتالي انا شايف ان المستوى الافريقي في الفترات القادمه هيبقى اعلى من كده، ولازم نواجهه في الفترات القادمه ان احنا نزود اللعيبه المحترفه اللي بره، النوادي تبتدي تفرج عن لعيبتها الصغيره انها تخليها تحت اللعيبه، واللعيبه يكون عندها استعداد للاحتراف واللعيبه وتحمل الاحتراف، تحمل الاحتراف لعيب برضه خلي بالك عبء كبير جدا، واللي بيستحمله زي مثلا زي محمد صلاح كده وزي تريزيجيه اللي بيستحمله وبيأديه بطريقه جيده بينجح 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 بينجح، لان اللعيبه المصريه من لعيبه موهوبه لو حطيتها في مكان وابتدت تأدي بطريقه جيده وعندهم طموح وعندهم الهدف بيوصلوا لمستويات جيده. اكيد كابتن ماهر برضه عايز اعرف رايك الفني في البطوله. هو انا عايز اقول ان اول مره البطوله تبقى موجوده في شهر 6 و7، وده يمكن اللي ادى حلاوه وادى شكل واداء للبطوله، ان معظم اللعيبه المحترفين الافارقه موجودين مع فرقهم. قبل كده كانت في يناير فما كناش بنشوف معظم النجوم، لان برضك احتياجات الفرق والدوري الاوروبي فبيبقى جاي يعني كنا بنشوفهم بس هم عايزين يجوا يأدوا واجب ويمشي فالمره دي يعني من ضمن الاستفاده اللي احنا استفدنا بيها ان فعلا 23 دوله او 24 دوله معظم نجومها كانوا موجودين وكلهم لعيبه محترفين في اوروبا، فده اللي ادى طابع وجو وشكل واداء للبطوله بهذه القوه. كابتن ابراهيم بيتكلم على نقطه كمان مهمه ميدو، حته الروح القتاليه العاليه اللي احنا شفناها وعلى راسها الجزائر. يعني الجزائر ما كانتش من الفرق المصنفه، لكن احنا قلنا هنا في ملعب الاهلي من بدايه اول تحليلنا للفرق اللي هتنافس على البطوله 2019 في مصر قلنا الجزائر. يعني احنا كنا مرشحين الجزائر من ضمن الفرق اللي هتوصل للنهائيات مع السنغال مع نيجيريا مع الكاميرون ومصر وتونس. يعني احنا كنا مرشحين اكتر من فرقه للوصول للمباراه النهائيه او قبل النهائي. عايز اقول لك ميدو الجانب الفني كمان وصل لمرحله ان احنا شفنا طرق اللعب وبشكلها وادائها الدفاعي والهجومي بتتعمل على اعلى مستوى نتيجه قلنا ان معظم الفرق اللي شاركوا في هذه البطوله كلهم من نجوم الافارقه اللي موجودين في الدوري الاوروبي، استفادوا بشكل كبير جدا من الكره الاوروبيه. أكيد. الثقافه اللي موجوده عليها اللعيبه الافارقه، الاداء الفني والاداء المهاري والاداء الخطط اللي احنا شفناه من معظم النجوم اللي كانت موجوده في السنغال. يعني البطوله كانت قويه من وجهه نظرك؟ انا من رايي يعني قوي. يمكن ناس كتيره جدا انا شايف انها فنيا فوق قليله قوي. انا شايف انها لكن يعني مصر كانت فرصها في البطوله دي مش كبيره. يعني احنا احساسنا ان مصر مش هتوصل للادوار من البدايه. من البدايه قلنا ده كان شعور كمان الاستوديو التحليلي مع شعور الشعب المصري ان احنا بنكسب بميدو لكن مش حاسين ان احنا لنا شكل ولا لنا طعم ولا لنا اداء في هذه الدورة. عشان كده لما خرجنا في الأدوار الـ 16 يعني ناس يمكن في مصر ما زعلتش أو ما اتضايقتش، بالظبط ما كانتش صدمة بالنسبة للشعب المصري. لكن عايز أقول لك إن طبعا الاختيارات اللي كانت عليها شكوك بالنسبة للجهاز الفني، بعض اللعيبة اللي ما اتخذتش يمكن في آخر معسكر، وكان في كلام كتير عن ان بعض اللعيبه اتظلمت، الجهاز الفني كمان ما اختارش الطريقه او خطه. احنا بنتكلم بصراحه لما المصيبه تحصل بنبقى نتكلم ما لكن في بيبقى في اسباب بتبين يا كابتن. لا هو كمان في حاجات فيها بتبين لك ان الدنيا مش صح، الدنيا مش ماشيه. ما هي احنا قلنا ايه انا والكابتن ماهر، قلنا ايه الاختيارات من الاول ما كانتش على صوره جيده، في مجموعه من اللعيبه انضموا للمنتخب
مش مؤهلين ان هم ينضموا للمنتخب. في مجموعه من اللعيبه، واحنا قلنا هنا في ملعب الاهلي على فكره، وقلنا في مجموعه من اللعيبه ما اختارتش للمنتخب كانوا مؤهلين انهم يبقوا في المنتخب بدل اللعيبه اللي جت. نمره 2، كل الفرق اللي وصلت للادوار الثمانيه او دور الاربعه للنهائيات كلهم بيلعبوا بصوره جماعيه. الفرق اللي طلعت، او هنتكلم عن مصر بالذات، احنا معتمدين على 2-3 لعيبه. لو 2-3 لعيبه دول ما عرفناش نوصل لهم الكوره او تراقبوا بطريقه جيده من الفرق المنافسه، ما 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 بيبقاش لينا شكل. وبالتالي محمد صلاح الناس كلها بتعاتبه، طب محمد صلاح ما جاتلوش كوره كتيره عشان يثبت وجوده، بيقارنوا بين ما بتعاتبش محمد، مش عايزين نتكلم يعني ما بتعاتبوش على الكوره يعني. في حاجات تانية احنا طلعنا يعني بضع. يعني يعني مستواه مع ليفربول ليه بيبقى عالي؟ اولا المستوى اللعيبه اللي معاه بيبقى عالي جدا، ومستوى هو كمان، ومستوى المدرب اللي موجود المجموعه كلها، سواء هو بيجيب جوان او بيعمل اسيست لزمايله بيستفيدوا منه، فبالتالي بيظهر بصوره جيده. نيجي يعني نشوف المجموعه اللي موجوده معاه، برضه مجموعه مش زي ما بنقول كده، اغلبهم مش مؤهلين ان هم ينضموا لمنتخب مصر، فبالتالي ظهر منتخب مصر بصوره مش جيده لانه معتمد على افراد معينه. انما بقيه الفرق اللي وصلت كلهم بيلعبوا بصوره جماعيه، بصوره جماعيه، وكلهم على مستوى جيد من المهاره والكفاءه، بحيث لما بتوصل لهم الكوره بيقدروا يادوا بطريقه جيده ويادوا يحرزوا اهداف. يعني نشوف الجزائر ما دخلش فيها الا جونين طول الدوره، جابوا حوالي 13 جون. يعني عندهم ميزه في خط الهجوم، عندهم ميزه في خط الدفاع. كان ممكن يخسروا يعني البطوله في الاخر. الاعصاب خانتهم في الاخر. السنغال اصلها كانت على مستوى جيد جدا في الماتش النهائي، كانوا كويسين جدا أوي. يعني طول ماتشات الدوره بيلعبوا الماتشات على قد الماتش، على قد النتيجه، يجيبوا النتيجه يبتدوا يلعبوا بطريقه. ماتش البطوله بيبقى ليه موضوع تاني خالص. موضوع تاني خالص، دوافع تانية خالص. فالحقيقه دي اسباب اخفاقاتنا في الماتشات الاخرانيه، وانا اشيد بالحقيقه بالمدربين الوطنيين اللي وصلوا بفرقهم للنهائي، سواء سيسي او جمال. الحقيقه بهنيهم على المستوى الجيد اللي هم قدروا يوصلوا بيه فرقهم. يعني ومن ضمن الحاجات برضك ميدو في الدوره دي كابتن ابراهيم، ان احنا بقاش في حد صغير وحد كبير. يعني مدغشقر كانت مفاجاه بالنسبه لنا، يعني انا شايف. كنت اقول لك المفاجاه اللي انت شفتها ايه؟ وبنين. يعني مدغشقر، غينيا، بنين، يعني حتى الناس اللي بعيده عن الساحه الافريقيه فوجئنا بيها، ان بقى ليها شكل وبقى ليها وضع وبقى ليها لعيبه محترفين في اوروبا، واداء وروح قتاليه عاليه على اعلى مستوى، جيم مفتوح، في جرأة هجومية. فده إذا كان بيدل إن أفريقيا قادمة، إن ماشي في حد صغير وحد كبير. يعني تصنيف أول، تصنيف تاني، تصنيف تالت، تصنيف رابع، ما بقاش يفرق. بالظبط. الصغير دلوقتي بيهدد الكبير. بالظبط. أكبر مفاجأة بالنسبة لك في البطولة كانت إيه؟ أنا متغشكر بصراحة. متغشكر. يعني فجأة خرج وزعلت عليه قوي. غير منتخب مصر. المغرب. صراحة المغرب يعني المغاربة كانوا عاملين يعني كان من ضمن المنتخبات المترشحة المرشحة الوصول الوصول للنهائيات. كان مدرب كبير صراحة رسمي. كل الـ 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 البرامج وكل الناس كانت مرشحه المغرب انها تبقى في الاضواء النهائيه. فالحقيقه من المفاجات السيئه، من المفاجات الجميله ان في مدغشقر يعني مفاجات ابتدت تظهر على الساحه، بنين ابتدت تظهر على الساحه، مدغشقر ابتدت تظهر على الساحه. اول مشاركه كمان اول مشاركه ليهم. وانا بشيد بالاتحاد الافريقي على فكره انه خلى 24 فريق او 23 عشان مصر يعني هي ال 24. اولا بيشجع البلاد انها تهتم بفرقها وانها تتقدم اكتر من كده وتتطور اكتر من كده. فانا الحقيقه بحيي الاتحاد الافريقي على الخطوه ديت، لان ده من واجبه انه بيطور الكره الافريقيه، وبالتالي كون انه بيشجع الفرقه دي وبيزيد عددها في الدورات الافريقيه بيشجعهم على التطوير وعلى الاداء وانهم يهتموا اكتر من كده. فانا شايف ان الفتره اللي جايه لو ما اهتمناش الفرقه الافريقيه هتدوس علينا الفتره اللي جايه. في خلال مباراه الجزائر والسنغال قلت السنغال هتاخد البطوله هتعادل، ولا قلت الجزائر هتكمل؟ احنا قلنا هنا احنا متوقعين الجزائر ونتمنى الجزائر. انا بالذات قلت، انا بتكلم على المباراه نفسها، قلت الجزائر، قلت الجزائر. بس الجزائر في الماتش ده الجون الاولاني اللي جابوه بدري قلقهم، خلاهم يبقوا قلقانين وهم بيلعبوا، خلاهم يبقوا مضغوطين اكتر انهم عايزين يحافظوا على الجون.
الماتشات اللي لعبوها سواء في الدوري المجمعة او الماتشات اللي فيها خروج المغلوب كانوا بيلعبوا على المكسب، وبالتالي كان الناحية الهجومية عندهم فيها زيادات شوية، وبالتالي كانوا بيجيبوا جوان. لما جابوا الجون بدري ابتدوا يلعبوا على الناحية الدفاعية شوية، خايفين ان يجي فيهم جون، فبالتالي المستوى الفني بتاعهم قل في الماتش الاخير. لو قلت لك السلبية اللي حطيتك عليها في البطولة كابتن ماهر، يعني السلبية في الجانب الفني بالنسبة لنا احنا؟ لا ما احنا عندنا سلبيات يعني في العموم. والله انا اتبسط لو انت تفكر بحس ان السلبيات قليلة حقيقي. لا حقيقي يعني فعلا لما تقعد تفكر كده البطولة دي كانت السلبيات قليلة او يمكن تكاد تكون معدومة بالضبط، يعني مش محسوسة حتى. يعني احنا اتكلمنا على بعض الناس قالت ان فنيا البطولة لن ترتقي بالمستوى اللي كانت متوقعة يعني، لكن دي كانت نسبتها برضك مش كبيرة يعني. يعني الحمد لله رب العالمين، انا مش شايف ان في سلبية في بطولة ربنا وفقنا بيها تنظيميا على اعلى مستوى واداريا على اعلى مستوى وفنيا كمان، يعني خدت طابع كبير جدا. في اراء يا كابتن ماهر بتقول ان البطوله في الوقت ده تحديدا جت واللعيبه كانت بقى بازله مجهود كبير قوي في الدوريات، فعشان كده ظهرت فنيا بالشكل ده، لكن قبل كده كان بيجي لك في نص الدوري في يعني بيجي لك في فورمه لسه، فبالتالي بتشوف البطوله جامده جدا، بتشوف اللعيبه بتادي اداء جامد جدا، لكن الفنيات فعلا فين البطولات اللي قبل كده وفين المنتخبات المرعبه اللي قبل كده؟ فممكن يكون عندهم حق. طبعا لانهم برضك انك انت عشان تلعب في الدوري الاوروبي قوي جدا ميدو، واخد بالك المجهود المبذول والمباراه كل 3 ايام واللعيبه دي كلها بتشارك بالزبط. بنسبه عاليه جدا بالزبط. فانا شايف انها اثرت يعني شيء من الاجهاد او شيء من يعني من عارف بيحصل نوع من الزهق. انا جاي من الدوري الاوروبي قوي جدا واخد بالك، وبعدين رايح لبطوله مجمعه فيها مباريات منتخبات على اعلى مستوى، وبعدين 7 مباريات برضك مش قليلين، يعني الناس اللي وصلوا للنهايات لعبوا 7 مباريات، فدي برضك من ضمن الحاجات اللي اثرت فنيا بشكل كبير جدا على مستوى اللاعبين. زي ما انت قلت في يناير يعني كانت بتبقى في عزهم بقى لكن كان اللعيبه المحترفين الافارقه ما بيحسسناش بقى بالقيمه والحلاوه اللي هم بيأدوا بيها في اوروبا، واخد بالك. فانا شايف ان البطوله دي بس برضه لما بتتعمل في الشتاء الفرق الاوروبيه بتمنع بعض لاعبتها انها تيجي وبالتالي برضه يعني كل حاجه ليها ايجابيات وليها سلبيات، زائد بعض اللعيبه برضه نظرا في فرقه ممكن تمنع لعيب ان هو يجي اولا بيخاف عليهم من الاصابات وبياخدوا مبالغ، ولا اللعيب هو مثلا لا بياخدوا ما هو وانا حاجه على اللعيبه برضه بياخدوا مبالغ كبيره نظير احترافاتهم لما بيروحوا للمنتخبات بتاعه الدول بياخدوا مبالغ اقل. الفرق الاوروبيه بتخاف عليهم من الاصابات وبالتالي بتمنعهم، زائد اللعيبه برضه بطريقه غير مباشره زي الكاميرون قبل كده ما جوش في كان عندهم مشاكل مع المنتخب اولا مع الاتحاد انه ما وزعش المكافئات عليهم بكده فرفضوا يجوا. المره دي كلهم جم لان خلصوا ماتشاتهم الافريقيه وبالتالي انضموا فكل حاجه على مشاكل كل حاجه ليها ايجابيات وليها سلبيات يعني. يعني اتكلمنا عن البطوله الافريقيه، اكيد حضراتكم طبعا سمعتوا كلام كتير، لكن ما تسمعوش كلام من نجوم كبار بحجم الكباتن الكبار لما وين الاستوديو، اكيد هيبقى كلام مهم جدا ومفيد جدا. بعد الفاصل هنتكلم عن معسكر الاهلي في اسبانيا وهل اتى باسمار ولا لا، اكيد هنتكلم عن المباراه المهمه جدا والصعبه جدا يوم الاربعاء مع المقاولين العرب. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي ولسه كباتن منورني الكباتن الكبار كابتن مرعي عبد الصمد وكابتن ماهر همام، بنتكلم عن
ايه مشوار الاهلي اللي قرب ان شاء الله ينتهي. كان لازم الاهلي يعمل معسكر في اسبانيا. اصعب حاجه للاعيب الكوره ان هو يبقى عنده توقفات، وتوقفات كتير جدا شفتوا السنه دي، توقفات كتير جدا في الدوري الممتاز، كان ليها اسبابها وكان مفيش اسباب، لكن الحمد لله عشان كده النادي الاهلي عمل معسكر في اسبانيا، وان شاء الله ان شاء الله يؤتي بثماره استعدادا لمباراتين متبقيتين المقاولين والزمالك ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي. مباراه صعبه جدا جدا على نادي الاهلي وعلى نادي المقاولين كمان. احنا بنتكلم بنقول نادي الاهلي ان شاء الله يحسم المباراه من باب التفاؤل، لكن واقعيا المباراه صعبه قوي قوي قوي. عندنا ثقه الحمد لله في لاعبتنا وجهازنا وادارتنا وجمهورنا ان شاء الله، عشان كده بنتكلم من باب الثقه لا اكثر ولا اقل، لكن المباراه على ارض الواقع صعبه جدا جدا، وان شاء الله الاهلي يحسمها باذن الله. معسكر كابتن ماهر كان لازم يعمله الاسارتي والنادي الاهلي للعيبه عشان يخرجهم من جو التوقفات وجو الدوري الممتاز، غيروا بيه جو، اتمرنوا كويس قوي، لعب مباريات وديه كان هدفها ان انت تجيب اهداف وتطبق خطط. شايف المعسكر ده يعني اتى بثماره، وان شاء الله في المرحله القادمه بقى شكله ايه؟ انا شايف ان المعسكر اسبانيا جه في توقيت مناسب، وده تخطيط طبعا الجانب الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني ان يتعمل معسكر خارج مصر في الفتره ديت، يبعد اللعيبه عن الضغوطات وتبدا اللعيبه تركز في موسم جديد. طبعا من خلاله هيبقى في مباراتين ما بين العرب ونادي الزمالك. المعسكرات الخارجيه ميدو يعني كلنا واحنا لعيبه عشنا فيها، بتجمع الجهاز الفني مع اللاعبين من الحاله النفسيه، بتقرب الجهاز الفني. مستر لاسارتي كان يهمه جدا المعسكر ده على اساس ان هو يعيش مع اللعيبه بقى فتره من بدايه المعسكر، يتعرف اكتر باللعيبه لان هو جه على الشغل او جه على الموسم وهو شغال. النقطة الثانية من ناحية التجهيزية، المعسكر ده بيجهز اللعيبة فترة الإعداد، واحنا كلنا عارفين ان فترة الإعداد من الفترات المهمة جدا اللي بتحافظ على اللعيب من حتة الإصابات، يعني اللعيبة كل ما بتشتغل في الفترة ديت بشكل مركز تأكد ان هي هتحميها طوال الموسم من الإصابات. منها بعض المباريات التجريبية، ثلاث لقاءات أخذها الجهاز الفني وكان برضك حاطط لها برنامج ان المباريات ديت متدرجه على اساس ان اللعيبه تبدا تشارك بشكل معظم اللاعبين يشاركوا في ثلاث مباريات، ويبدا الراجل يطمن على اللعيبه من المباريات التجريبيه قبل لقاء المقاولين العرب. منها كمان الخطه اللي هيلعب عليها، الخطه اللي هيبدا بيها بمباراه المقاولين العرب، وازاي تتنفذ في المباريات ديت من ناحيه الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه، ويبقى عندنا اكتر من جمله تكتيكيه ومنها الكرات الثابته بالذات اللي هتبقى مؤثره في المباراتين. انا في رايي المباراتين القادمتين اللي هي مباراه المقاولين ومباراه الزمالك. النقطه كمان الاهم الحاله النفسيه للعيبه المنتخب، ان هم كمان حاجه كويسه ان خرجوا بره الاجواء، ديت وراحوا وانضموا الى لعيبه زمايلهم في معسكر اسبانيا. انا عايز اقول ان مباراه المقاولين لا تقبل القسمه على الاثنين، لان ثلاث نقاط مهمين جدا هنتكلم فيها للنادي الاهلي، هنتكلم فيها تفصيليا بعد ما اخد راي كابتن ابراهيم برضو في معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، وكان اهميته ايه من وجهه نظر كابتن. دايما بنقول ان فتره الاعداد كل ما بتكون محطوطه في الوحدات بتاعتها، سواء القوه والتحمل والسرعات وتحمل السرعه، كل ما بتكون الوحدات دي محطوطه بطريقه كويسه، كل ما احنا زي ما بنقول كده لما بنيجي نبني بيت بنعمل له اساس كويس، عملت الاساس كويس البيت بيطلع كويس. تمام. فانت فتره الاعداد دي هي الاساس اللي بتشتغل عليه طول السنه. اولا الاعداد اللي هي المصغره قوي قوي اللي عملها النادي الاهلي في اسبانيا، اولا بتخلي اللعيبه واقفين على رجلها طول السنه، لياقتهم البدنيه ما بتقلش، بتقلل الاصابات على قدر الامكان. النادي الاهلي بقى له فتره طويله جدا ما بيعملش فترات اعداد جامله لتلاحم المواسم ورا بعضها. السنه الوحيده دي اللي جات له فرصه انه يعمل فتره اعداد حتى لو هي مصغره جميله، ان هي بتجمع اللعيبه، بتزيد التلاحم والانسجام بينهم، بتقدر تنفذ زي ما بيقول الكابتن ماهر، بتقدر تنفذ الخطه اللي انت هتلعب بيها السنه دي. وحضرتك تقصد ان هي اشبه بفتره اعداد؟ يعني لكن هي طبعا لا طبعا قليله جدا. هي بس التجمع فترات الاعداد بيقدر ينفذ فيها، وبعدين انا بشيد بيهم الحقيقه
انهم اصروا ان الرباعي بتاع المنتخب يروح يقضي الثلاث ايام الاخرين في المعسكر. الحقيقه دي خطوه مهمه من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه انهم يطلعوهم من الجو اللي كانوا عايشين فيه، فبالتالي بتقدر تنفس كمان الكرات الثابته اللي هتشتغل عليها الجمل التكتيك. انت كمدرب بقى عايز تعمل الجمل اللي بتعملها من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، بتشوف اللعيبه ممكن يلعبوا لك في اكثر من مركز، زي مثلا ايمن اشرف بيقدر يلعب باك شمال، بيقدر يلعب مساك، محمد هاني بيقدر يلعب بنص ملعب، بيقدر يلعب فبتفيدك وانت بتعمل التغييرات بتاعتك من داخل الملعب، بتفيدك جدا. فالفتره دي برغم انها قصيره انما مفيده جدا، وخاصه ان انت داخل على نهائيات مش داخل على بدائيات، انت داخل على نهايه الدوري اكيد، فدي سابقه ما حصلتش قبل كده، وبالتالي محتاجه منك برضو ان انت ان شاء الله ما تحصلش تاني. لا نتمنى انهم يزيل الضغوط عن اللعيبه ان هم بيلعبوا ماتش نهائي زي ماتش المقاولين دوت، ده بيعتبر ماتش نهائي وانا بعتبره اولا اللعيبه مش ما بينزلوش يستسهلوا في اي ماتش خالص خالص، الماتش ده بالنسبه لهم نهائي، وانا شايف ان روح النادي الاهلي سواء هم ضامنين او مش ضامنين، الروح القتاليه بتاعت النادي الاهلي مش حاجه مضمونه طبعا. الروح القتاليه بتاعت اللعيبه النادي الاهلي نتفائل بس تفائل خير وتجدون، لكن طبعا مش حاجه مضمونه، محدش بيكسل وكلهم هيلعبوا للمكسب، لان المكسب ده اولا احنا متعودين على كده كنادي اهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فانا شايف ان الروح القتاليه بتاعه اللعيبه ان شاء الله باذن الله هيثبتوا جدارتهم بالفوز بالدوري في الماتش الجاي ان شاء الله. وحسام عاشور عجل اهو، اه لا جميل، الدنيا جميله، سمير جايب لنا نماذج من المعسكر، رمضان كان كل شويه بيقع بالعجله اهو داخل الملعب وخارج الملعب يا ميدو، وده جونيور اجاي ودي حاجه 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 جميله يعني، كل الوسائل الناحيه التروحيه كمان جميله، بتبقى مهمه جدا يعني. في المعسكرات دي يعني. المباريات في ناس اتكلمت عليها ان الاهلي يعني بيلعب فرق سهله، عشان بس انا شايف الموضوع ده كان لازم يا كابتن ماهر، انت مش بتعرف على اللعيبه، انت بتنفذ برنامج معين عايز تعمله، عايز اللعيبه تكون مثلا في قمه العطاء الكارغو بتاعها في الاهداف، ان هو يكون مبسوط جدا في طالع من ماتش كسبان فرق سكور، فبتخرجه من كل حاجه، فان انت تلعب فرق صغيره او فرق كبيره او المهم ان انت عايز حاجه معينه عملتها بالظبط، الاهداف الكتير التدرج ده مهم جدا يا ميدو، واخد بالك، وده مهمه المدير الفني، وهو اللي اختار الفرقه ديت وبلغ بيها كابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن سيد عبد الحفيظ رحب بيها بيومين لتجهيز المعسكر، ومن خلال التجهيزات الفنيه ان هو بدا باللقاءات اللي احنا يعني قلنا عليها، ان هي التدرج يعني فرقه متوسطه المستوى وبعدين اعلى شويه، وبعدين المباراه الثالثه كانت اعلى من المباراتين السابقتين، وده التدرج السليم اللي بيلجا ليه المدير الفني، لان هو رايح على مباراه يعني مباراه قويه، مباراه المقاولين مباراه بتعتبر كل المباريات قويه من المباريات، فهو التدرج ده يديله شيء بقى من الثقه والطمانينه، ويشوف بقى الشغل اللي اتعمل في خلال المعسكر ده من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه زي ما كابتن ابراهيم، ومن ناحيه الجمل اللعيبه استيعابها كان شكله ازاي. انا شايف ان راجل مبسوط جدا من المعسكر، ويمكن علق كمان، ويمكن في تصريحاته كان بيتكلم مع اللعيبه ان احنا بعد المعسكر ده رايحين نقابل لقاء قوي، مش عايزين نستهتر، هنحترم الخصم من خلال العوده أكيد. نادي المقاولين نادي له اسمه وشعبيته وباع كبير يعني. اكيد اكيد، وممكن كمان المدير الفني يا كابتن ابراهيم احنا ما تعرفش ايه اللي في دماغه اساسا يعني، لو بقى عامل ماتش معين مش لازم يقول للناس كلها انا بعمل ماتش معين علشان حاجه معينه يعني. انا معاك يا كابتن ماهر، القصه بتاعت الماتشات التجريبيه دي مهمة جدا، ان انت تلعب ماتشات سهلة بالظبط بالبداية يعني، انت حتى واحنا في التمرين، واحنا لما كنا بنلعب في التمرين ساعات الفرقة اللي هو المدرب مركز عليها الناحية تبتدي يقول للفرقة التانية لما يعمل تقسيمة لا اعمله هندفع بطريقة سلبية شوية عشان ندي فرصة للجمل انها تتعمل. طب ما انا عندي الماتشات التجريبية السهلة عشان كده بعمل ماتشات تجريبية سهلة، مش عارفين يعني اسهل مننا كتير يعني، بساط يعني نقدر ننفذ عليهم الجمل التكتيكية اللي احنا هننفذها
ونقدر ننفذها بطريقه جيده، وبالتالي سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه، فبالتالي الماتشات التجريبيه لازم تبتدي سهله وسهله وسهله متدرجه. يعني ازارو جاب كميه اهداف ما شاء الله لغايه لما صالح. لا ما هي برضه بتدي ثقه لما بتجيب بالزبط اهداف بالزبط والجمل والجمل بتحقق الاهداف اللي منها سواء الحاجات الجانبيه اللي المهاجمين بيقدروا يعزوا منها، بتدي ثقه للعيبه وبتدي بتزيل عليهم الضغط وانها بيقدروا ينفذوها، فبالتالي لما بتيجي الماتشات الرسميه يقدروا ينفذوا كل الحاجات اللي اتمرنوا عليها. فانا انا مع الماتشات السهله في الـ في الـ في البدايات. واللقطات كابتن ابراهيم واضح قوي ان النادي الاهلي بيضغط من قدام على الخصم، يعني واضح ان في حاجه معينه عشان يستخلصوا يغلطوا الفرق بالزبط من التلت بتاعهم. ايوه وبعدين زي ما انت قلت ازار بيجيب اهداف، الشحات بيجيب اهداف، فدي بترجع تدي ثقه تاني للعيب ان هو يرجع لحالته الطبيعيه. ازار محتاجين الفتره اللي جايه صلاح محسن نفس الكلام داخل في الصوره. احنا بيجيب اهداف، احنا داخلين على نهايات لازم الثقه تبقى عاليه جدا، لازم اللعيبه تلعب بدون ضغوط عليها. كل ما اللعيبه تلعب بدون ضغوط والناحيه النفسيه بتاعتهم تبقى في اعلى مستوى، وخاصه نادي المقاولين بيتميز بالروح القتاليه العاليه، وكمان عندهم هداف الدوري احمد علي مسجل 18 جون في الدوري، فمباراه صعبه جدا يعني مش عايز اقول ان النادي الاهلي هياخدها بطريقه جديه، لا النادي الاهلي هياخدها بطريقه جديه لانه بياخد الماتشات كلها بطريقه جديه. هنتكلم عن المباراه بالتفصيل يا كابتن ماهر كابتن ابراهيم بعد ما نطلع تقرير صوتي عن عوده الدوري العام ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا على ارض الواقع. الدوري لم يحسم بعد ان شاء الله، يعني مباراه تكون سهله نسبيا يعني، لكن في الحقيقه مباراه صعبه كابتن ابراهيم. هو لو جيت تعمل مقارنة على الورق بين الـ 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 الأهلي والمقاولين هتلاقي طبعا الأهلي فرق بنسبة كبيرة جدا. يعني لما تيجي تقول النادي الأهلي فاز 23 مرة، المقاولين فاز 13، بس الأهلي خسر 4 ماتشات، المقاولين خسر 11. لكن مباريات النهائيات يا كابتن ابراهيم الأهداف اللي علينا 19، الأهداف اللي على المقاولين 35، يعني كل الفروقات لصالح النادي الأهلي. إنما عايز أنبه الماتشات النهائية بالزبط. الماتشات النهائية وخاصة إن ده نهائي دوري لا تتوقف على البيانات وعلى الأرقام بالظبط، بتتوقف على الروح القتالية بتاعة اللعيبة، تنفيذاتهم للخطط اللي موضوعة من قبل المدير الفني ومساعديه. المقاولين في آخر ماتشات بيعمل آخر ماتشات اللي قبل الدور الإفريقية كان عامل ماتشات جيدة جدا في الماتشات الأخرانية، وبالتالي كمان النادي الأهلي لازم يعمل لهم ألف حساب في الماتش ده. وخاصة ماتشات النادي الأهلي سواء دي ماتشات نهائية أو مش نهائية، كل الفرق بتلعب قدام النادي الأهلي كأنها ده أكيد. نهائي أكيد. دوري أو نهائي كاس، حق مشروع، لأن حق مشروع طبعا أكيد. لأن طبعا النادي الأهلي بيبقى التركيز الإعلامي عليه، التركيز سواء التلفزيون الجرايد الصحف المعلقين كل الدنيا بتبقى مركزة على النادي الأهلي اللي بيضم من نجوم كتير، وبالتالي اللعيبة عايزة تظهر مواهبها قدام النادي الأهلي. فبالتالي كمان الماتش اللي جاي انا بعتبره من اصعب الماتشات قدام النادي الاهلي، لانه اولا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لو كسب هيكسب بطوله الدوري العام، البطوله المحببه لينا وللجمهور بتاعنا، فبالتالي اللعيبه لازم تبذل مجهود مضاعف عن المجهود اللي كانت بتبذله قبل الدوري الافريقي. اتمنى ان شاء الله باذن الله يبقوا عند حسن ظننا ويقدموا مباراه جيده، وان شاء الله باذن الله نفوز بالدوري العام الماتش الجاي ان شاء الله. كابتن ماهر انا عايز اقول في المباراه اللي بالشكل ده ميدو كابتن ابراهيم محتاجين من مستر لاسارتي ان هو يخرج اللعيبه عن الضغوطات اللي ممكن تقع في اليوم ده، يعني بمعنى ان هو لازم يختار سيناريو للعيبه يتحمل هو المسؤوليه عن اللقاء ويتحمل المسؤوليه عن نتيجه المباراه، وان هو كمان يعيش لعيبه النادي الاهلي ان كنت هتقابله خصم اخر مباراته كلها كانت ايجابيه معاهم مدرب واحد عماد النحاس ابن من ابناء النادي الاهلي، يهمه جدا كمان ان هو يقدم مباراه طليق باسم المقاولين العرب وباسمه واداء عماد النحاس في اخر 7 مباريات مع نادي المقاولين العرب. مستر لاسارتي من خلال الاعداد الذهني والنفسي ومشاهدته لبعض المباريات المقاولين العرب يعني اتمنى ان هو يخرج اللعيبه
عن التسرع، العصبية، احترام المولى العرب، احترام الخصم. ده طبيعي يا كابتن، جدا طبيعي. جدا مهم جدا. وبعدين الاستنفار بقى اللي بتبقى عليه لعيبه النادي الاهلي، والشخصيه اللي بتبان، شخصيه الفنان الحمراء، شخصيه لعيبه النادي الاهلي في المواقف اللي بالشكل ده، بيبان معدن النجوم الجمال والكبار اللي موجودين عليهم 23 لعيب داخل قائمه النادي الاهلي. مهم جدا 90 دقيقه ديت زي ما كابتن ابراهيم قال، هي دي اللي هتوصلنا للدرع. الدرع ده هي دي البطوله المحببه للنادي الاهلي وجمهوره ولعبته. النهارده اللعيبه ديت في بعض اللعيبه هتحسب لها اول مره ان هي بتاخد بطوله النادي الاهلي، بطوله الدوري العام. ف وكمان البطوله دي بتضاف لرصيد وبطولات النادي الاهلي. عايز اقول ان بعد خروجنا من كاس الامم الافريقيه والحاجات الجميله اللي احنا شفناها من النواحي الفنيه والخططيه والروح القتاليه العاليه، الروح القتاليه العاليه يا ميدو هي اللي كانت غالبه على كل الاجزاء الاخرى. مستر لاسارتي لازم يختار التشكيله المناسبه، التشكيله اللي فيها شيء من الثبات، اللي بتجمع بين الخبره، بتجمع بين الدم الجديد وبعض الاضافات لبعض العناصر اللي ممكن تخش وتكون غايبه علينا من زمان. فانا شايف ان مهمه النادي الاهلي باذن الله رب العالمين يوم 24 90 دقيقه بتتادى بشكل جيد. الجهاز الفني اللي مستر لاسارتي من خلال ال 90 دقيقه يقدر يعمل سيناريو من خلال التغييرات اللي ممكن يلجا ليها في حاله المكسب، ازاي نقدر نحافظ في حاله الله يقدر مش كسبانين، ازاي اقدر اضيف بعض العناصر اللي تعمل لي الفارق في مكسب هذه المباراه. كل الجوانب ديت انا شايف ان هتبقى مهم جدا شخصيه مستر لاسارتي في هذه المباراه، هي اللي هتساعدنا وهتساعد لعبتنا وجمهورنا ان احنا نوصل للثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله. بصرف النظر عن اي نتائج يا كابتن ابراهيم من اول الدوري، احنا كنا النادي الاهلي او المدير الفني النادي الاهلي كنا دايما بنتكلم الاهلي بياخد كل ماتش بماتش، والاهلي مش مهتم باي نتائج ثانيه، الاهلي عنده ماتشات كلها واخدها كؤوس. في نفس المنطلق بنتكلم عن مباراه المقاولين اللي جايه، ملناش اي علاقه باي نتائج، احنا عندنا مباراتين متبقيتين، فناخد برده كل مباراه على حده بطوله. دايما احنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا بنحترم الخصوم، ودي من ميزات النادي الاهلي ومن ميزات الاجهزه الاداريه والفنيه في النادي الاهلي، ومن مميزات اللعيبه اللي متواجده، بيدوا كل ماتش بيحترموا الخصوم، وبالتالي بيأدوا بطريقه قتاليه عشان المكسب. زي ما بنقول دايما احنا المركز الثاني ده ملوش صفه عندنا في النادي الاهلي، المكافآت والعقود وكل الحاجه بالنسبه للمركز الاول. اللعيبه عارفه كده، واللعيبه عارفه ان النادي الاهلي دي البطوله المحببه لينا، وبالتالي بيدي كل ماتش بنفس القوه وبنفس الروح وبنفس الروح القتاليه. انا شايف ان اللعيبه مش محتاجه ان احنا نحفزها ولا اللي احنا نقول لها، لان كل لعيب جواه عايز يؤدي كل اللي عنده وعايز يؤدي عشان يظهر بمظهر جيد استعدادا للموسم القادم. كل ما تبتدي الموسم القادم وانت واخد البطوله في الاسبوع اللي جاي، كل ما بتديك حافز اكتر ان انت تؤدي بطريقه اكثر كفاءه. وبالتالي انا شايف الماتش الجاي اللعيبه هتأدي بروح قتاليه، مش محتاجين ان احنا نحفزهم وان احنا نضغط عليهم، لا هيأدوا بطريقه قتاليه، وان شاء الله باذن الله نقدر نكسب المقاولين ونقدر ناخد الدوري العام الاسبوع الجاي يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. وفي نفس الوقت برضو اكيد عماد النحاس بيتكلم لعيبه المقاولين ان هو عايز برضو يفنش الدوري كويس، وان هو حقه مشروع ان هو يكسب، يعمل مباراه قويه جدا، فاكيد من هنا المواجهه مش هتبقى سهله. كابتن ماهر برضو عماد النحاس بيفكر في الماتش ازاي، لعيبته بتفكر في الماتش ازاي، زي ما انت بتقول اي حد بيلعب نادي الاهلي بيبقى ليه طموحات مختلفه تماما. بالظبط، وهو ده واضح حميدو يعني. وكل فرقه بتقابل النادي الاهلي بيحصل نوع من التركيز والاستنفار بشكل جيد جدا، بيحاول انه يظهر بمظهر يليق باسم المولي العرب صاحب بطولات بردك افريقيه ومحليه. عماد النحاس بصفته انه من المدربين الواعدين اللي بدا يثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا في
الدوري العام المصري. اكيد برضك عماد هيحترم النادي الاهلي لانه عارف النادي الاهلي قيمه وقامه، وعارف النادي الاهلي عنده ثلاث خطوط من اعلى الخطوط اللي موجوده في الدوري المصري، وخصوصا يمكن الخط الامامي. عماد النحاس يهمه انه يقفل الجيم، ما يلعبش مع النادي الاهلي جيم مفتوح، لان هو عارف قيمه النادي الاهلي. لو لعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده خط هجوم يقدر يجيب جول في اي وقت. فعماد من 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 تركيبته ومن شخصيته ان هو بيلجا للتوازن بشكل كبير جدا. يعني طول عمر المقاول العرب بيحب يلعب زون ديفنس، يحب يلعب في نص ملعبه مأمن، وهو بيفقد الكره مأمن بشكل كبير جدا، بيقرب خطوطه الثلاثه، بيحاول يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي بداية المسافات على اساس انه يقلل من الثغرات اللي موجوده عنده اللي النادي الاهلي ما يقدرش يستغلها. في نفس الوقت هو عنده خط هجوم فيه عنصر القوه، عنصر السرعه، عنده طاهر محمد طاهر، عنده محمد طلعت، عنده احمد علي. ما اعرفش احمد علي بعد، اعتقد ان هو طاهر مصاب بعد المرحله الانتقاليه، هل هيبقى موجود كراس حربه اساسي في هذه المباراه؟ لكن المقاولين العرب تملي بيعتمد على الكونتر اتاك السريع اللي بيقدر يخطف من خلاله هدف. اعتقد ان هو راح بيراميدز خلاص، وكان نزل التمرين كمان معاه. يبقى مش هيبقى موجود من لا لا مش حكايه مش هيبقى موجود، هل القانون يسمح له انه يلعب؟ وخاصه ده استكمال للدوري 2019، هل القانون يسمح له وهو ماضي النادي تاني دلوقتي الموسم القادم؟ القانون يسمح له انه يكمل الدوري مع 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 نادي المقاولين دلوقتي وهو ماضي النادي تاني؟ انا الحقيقه العمليه متلخبطه بالنسبه لي. يعني النقطه كمان اللي بيعتمدوا عليها كتمرين ميدو الحاجات الثابته بشكل كبير، يعني اذا كانت فاولات كورنر عندهم جمل بيشتغلوا من خلالها. لقاءات المقاولين العرب والنادي الاهلي طول عمرها حتى في المراحل السنيه بتاخد الحافز القوه وحافز التحدي، وده يعني بيخلق مباراه المقاولين العرب والنادي الاهلي طول عمرها بتبقى مباراه فنيه على اعلى مستوى. نتمنى ان شاء الله زي ما احنا قلنا ان في صفات كثيره جدا النادي الاهلي هو اللي ممكن يكون له اليد العليا في يوم 24، ان شاء الله يحسم بطوله الدوري العام من بدايه المباراه. يا رب يا رب ان شاء الله. تعالوا نشوف تقرير عن مواجهه الاهلي والمقاولين ان شاء الله صعبه جدا يوم الاربعاء اللي جاي، ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن ابراهيم كنا بنتكلم عن احمد علي ممكن يشارك او ما يشاركش، لكن هو المفروض كان هيمشي من غير شرط جزائي، دفع شرط جزائي. يعني اعتقد ان في مشاكل كبيره، فهيبقى صعب ان هو يشارك مع نادي المقاولين. ما هنا قانونا انت بتلعب الدوري كمان، نزل تدريبات في بيراميدز، فهيبقى صعب ان هو يرجع تاني يلبس شورت المقاولين ويلعب في المقاولين. لا بس يعني مثلا هو بيتمرن في بيراميدز وكله بيشارك مع بيراميدز دلوقتي في فتره الاعداد وكله، انما قانونا ان انت بتكمل الدوري اللي فات، والدليل ان انت الاتحاد الدولي عامل تجديدات بالنسبه للقوانين الجديده، انت ما بتنفذهاش دلوقتي، انت بتنفذ على القانون القديم زي قانونا ماشي الكوة. قانونا ماشي، لكن لما بتكلم ان هو يعني انما في مشكله بينه وبين المقاولين، ده موضوع تاني بقى، يبقى احمد علي مش هيلعب الماتش بالظبط، ونتمنى ان هو ما يلعبش لان هو من هدافين الدوري وبيستغل كل الكرات العرضيه بطريقه جيده. نتمنى انه ما يلعبش عشان يدينا فرصه ان احنا نفوز بطريقه جيده الماتش اللي جاي. لكن هو بصراحه عماد النحاس كابتن ماهر عامل فرقه جماعيه، ما اعتمدش على نجم او حد، لكن عامل فرقه جماعيه وظهر بشكل كويس قوي. هو كمدير فني كمان ناس اتكلمت عليها احسن ما يكون، عشان كده بقول لك مباراه باكد وبقول صعبه جدا جدا. والتجارب بتاعت عماد قبل كده مع الفرق الكبيره يعني كانت فرق اقل من المقاولين العرب، التجارب الفنيه قصدي. بالظبط. اوكي. لكن مع وجوده مع المقاولين الامور يعني فرقت مع عماد بشكل كبير جدا. المقاولين العرب زي ما احنا قلنا كسب بطولة الدوري العام، كسب فرقة كبيرة كمان وبعدين كسب كمان افريقيا، فبرضك يعني من ضمن المؤسسات المحترمة بصراحة. يعني عماد لقى نفسه مع المقاولين العرب في خلال اخر سبع مباريات لما لقى امكانيات، ومجلس الإدارة كمان يمكن سانده بشكل كبير جدا. أكيد. وهو حس بالثقه ديت، انعكس على اداء الجهاز الفني بقياده عماد واللاعبين.
المولى عرب يعني كان بيأدي بشكل جيد جدا بشكل مميز. زي ما قلت لك يا ميدو ان هم يعني معظم فرق الدوري العام بتحب تلعب قدام الاهلي بالذات، يعني بتحس كده انك انت قبل اللقاء زي ما احنا بنعرف يعني اللعيبه بتبقى بتنام بدري، بتمرن كويس، بتركز في 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 ادائها، عارفه ان كل الاضواء متسلطه على هذه المباراه، وخصوصا لما تبقى مباراه مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي اللي ان شاء الله لما يحقق فيها الثلاث نقاط يبقى كده حقق بطوله الدوري العام. فانا عايز اقول ان المباراه هتبقى في منتهى الصعوبه، زي ما بقول احنا الروح القتاليه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي والتركيز باين قوي من مباراه البلاستيك اللي هو مباراه يوم الجمعه اللي عملها مستر لسارتي عشان ياكد فيها الجمل التكتيكيه اللي احنا اتكلمنا عليها، وبعض المهارات الاساسيه منها التصويب من خارج ال 18 كان بياكد عليها مستر لسارتي في مباراه البلاستيك اللي هي يوم الجمعه. وفي نفس الوقت خلاص هو ضمن ان حاله اللعيبه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه وصل بها الى بر الامان. محتاج بقى التوفيق وعدم التوفيق ان شاء الله يوم 24. نتمنى التوفيق ان شاء الله يكون في صالح النادي الاهلي في هذه المباراه يا رب. اكيد عايز اركز على الناحيه النفسيه والضغوط اللي على اللعيبه لازم تتشال. اولا المقاولين هيلعب بأريحية جدا لانه ما عندوش حاجه يخسرها، وبالتالي اللعيب لما بيلعب بأريحية بيأدي بيطلع احسن ما عنده. اتمنى ان الجهاز الفني، وطبعا دي مش خافي عليه سواء الجهاز الفني او الاداري، ان يزيل الضغوط من على اللعيبه ويعني من الناحيه النفسيه يهيئوهم نفسيا للمقابله ديت على اساس ان ديت هتكسبنا بطوله الدوري العام. فبالتالي الاتزان النفسي عند اللعيبه مهم جدا في الماتشات المصيريه دي. اتمنى انهم يركزوا عليها عشان يأدوا ماتش جيد ان شاء الله باذن الله. انا مع حضرتك، والاهلي كمان عنده تجارب قبل كده في حسم الدوري في مباراه واحده. مش عايز اقعد افكر الناس كمان، لكن الاهلي عنده دروس ان هو لازم المباراه اللي بتبقى فيها حسم الدوري لازم ياخدها بمنتهى الجديه زي ما حضراتكم بتقولوا، لازم ياخدها بمنتهى التركيز، لازم ياخدها تفاؤل وقوه وحذر كبير جدا يا كابتن ماهر في نفس الوقت. بالظبط، والمباراه ديت الستارت الحقيقي للنادي الاهلي لموسم جديد، فان شاء الله باذن الله يعني الستارت ده يكون موفق ونكسب المباراه ونحقق بطوله الدوري العام، لان احنا بعد كده عندنا بطولات مهمه، كاس مصر والسوبر، هنرجع بقى المحك الافريقي كمان اللي احنا غايبين عنه بقى لنا فتره. فانا شايف ان شاء الله ان فتره الاعداد المصغره في المعسكر اسبانيا هتعود علينا بشكل كبير جدا ان شاء الله يوم 24 القادم بمباراه المقاولين العرب. زي ما كابتن ابراهيم قال الضغوطات على اللعيبه، يبقى مستر لسارتي يختار السيناريو اللي هو يقدر يخرج اللعيبه من هذه الضغوطات، ومش بعيد عنهم لان هم لعيبه عاشوا في هذه الاجواء يا كابتن ابراهيم. اكيد اكيد، فعندهم الخبرات ان شاء الله باذن الله يقدروا يحسموا لقاء المولين باذن الله بالفوز خلال 90 دقيقه بيأدوها بشكل جيد. اكيد اكلم حضرتك برضو على المقاولين، وحضرتك بتتكلم على اريحيه المقاولين في هذه المباراه، ما عليهمش ضغط عصبي زي ما حضرتك بتقول. عماد النحاس بيتبع السياسه كان متبعها قبل كده الكابتن علاء نبيل مع المهندس محمد عادل، ان هم يصعدوا اللعيبه الصغيره يعملوا فرقه صغيره متوسطه الاعمار او صغيره كمان في الاعمار، وبيجني ثمار الفرق اللي هو عملها مع عماد النحاس كمان تحديدا، كمان اشتغل معاهم كويس قوي، اكتشف لعيبه كويس قوي. احمد علي بقى هداف دوري، عندهم طاهر محمد، طاهر اتطور قوي، مجلي بقت ناس كلها بتتكلم عليه، عبد الوهاب اسماعيل باك ليفت بيتكلموا برده عليه كويس قوي، محمد طلعت قعدوا اكتشافه من اول وجديد، الفيرود الهداف، يعني فالمنظومه كلها بتشتغل في الصح يا كابتن ابراهيم. الحقيقه قطاع الناشئين، وانا يعني يمكن عشان بمسك الاداره الفنيه لمنطقه القاهره لامس القصه دي في نادي المقاولين. قطاع الناشئين في نادي المقاولين من احسن القطاعات اللي في منطقه القاهره او على مستوى الجمهوريه. تمام. اللي بيقدم مجموعه مدربين على مستوى جيد جدا، الفاسيلتيز كلها متوفره ليهم، الامكانيات كلها متوفره ليهم، سواء صالات الجيمنيزيوم او الاهتمام بناحيه التغذيه بالنسبه للعيبه، الاقامات جيده على احسن مستوى في الفندق اللي هم عاملينه،
الناس كلها مؤسسة كبيرة جدا وبيهتموا بالناشئين. وحتة انهم في قصة برضو هم متابعينها، الناشئ اللي بيجيله فرصة للاحتراف الخارجي بيدوها له، يديله الفرصة دي زي ما عملوا مع محمد صلاح وعملوا مع النني، ومحمد طه راح معايشة شوية فترة برة، فبيدوا فرص للعيبة الصغيرة. ودي أتمنى أن الفرق كلها اللي موجودة في مصر تقتدي بيهم، لأن دوت هيأهل لنا لعيبة صغيرين في السن أنهم يكتسبوا الخبرات الفنية من الاحتكاك الأوروبي، وبالتالي هنفيد منتخب مصر باللعيبة دي. أنا شايف أن الماتش اللي جاي ما زلت بقول الماتش اللي جاي قوي جدا، اللعيبة بتاعت المقاولين كل واحد عايز يثبت نفسه قدام النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده لازم ياخد الأمور بجدية، احنا دايما بنقول لازم ألعب عليهم ضاغط من بداية الماتش عشان أقدر أحرز جون بدري عشان أمشي الماتش زي ما أنا عايز بعد كده. أتمنى أن الماتش يطلع زي ما احنا بنقول أنا وكابتن ماهر وكابتن ميدو، يعني وأن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكسب بطولة الدوري العام يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله. يا رب. أتكلم برضو في سيناريوهات عماد النحاس والسيناريوهات مستر رسارتي، هيبقى شكلها إيه لو حضرتك كده عايش في الأجواء؟ مستر رسارتي النادي الأهلي، أنا في رأيي ميدو إنه هو يبتدي المباراة بالتشكيلة اللي فيها الثبات اللي احنا تعودنا عليه، وإحنا قلنا إن الثبات في التشكيل بيدي لك نوع من التجانس، نوع من التنظيم، نوع من الاستحواذ، نوع من الضغط، نوع من الجمل التكتيكية. يعني أنا في رأيي أن اللعيبة اللي احنا نهينا بيها اللي في بينهم تجانس فكري بالضبط. لو على يعني جاز التعبير أنا شايف أن احنا نبتدي منهم، يعني لو أنا بفكر كده مع مستر لسارتي نبدأ بالشناوي كحارس مرمى، عند احمد فتحي في ناحيه اليمين، في ربيع ونجيب وايمن اشرف. يعني ربيع بدا يعود مره ثانيه، شفناه في اللقاءات الحبيه مع محمد نجيب بعد عودته من الاصابه، ايمن اشرف طبعا بعد فتره المنتخب يمكن خد بعض من قسط من الراحه، معلول بيرجع ثاني لمكانته الطبيعيه، عندنا نص الملعب السوليه وحمدي فتحي اثنين في نص الملعب، الجزء الامامي عندنا صالح جمعه تحت راس الحربه، ازارو كراس حربه، اطراف الملعب ما شاء الله بقى عندنا لعيبه ولعيبه مؤثره بشكل كبير جدا. لو بصينا ناحيه اليمين هنلاقي اجايه ووليد سليمان بيشغلوا المكان ده، وعندنا ناحيه الشمال ممكن حسين الشحات ورمضان صبحي. فانا شايف ان توليفه النادي الاهلي وثبات التشكيل بيفرق جدا جدا مع مستر لسارتي في هذه المباراه من بدايه المباراه. نفس الكلام لو رحنا للمعسكر الثاني للكابتن عماد النحاس، واضح ان عماد بردك مدرسه النادي الاهلي اللي اتربى فيها وتعلم فيها، فهو بردك بالنسبه له عنده ثبات التشكيل وبيجيد اللعب مع الكبار يهمه بشكل كبير جدا، وزي ما قلت يا ميدو بيجيد اللعب مع الكبار بشكل جيد. يعني انا شايف ان عماد بردك هيدور على العناصر الاساسيه اللي عندها خبرات اللي لعبت قدام الاهلي قبل كده اكتر من مباراه ومباراتين وثلاثه. عماد هيلجا للشق الدفاعي بالنسبه لطريقه اللعب عنده، وهو الكوره مش موجوده معاه هيرجع نص ملعبه ويحاول يقفل على النادي الاهلي، لان هو عارف خطوره النادي الاهلي. لو جاب النادي الاهلي جاب جول في الاول ممكن الامور تتصعب على عماد بشكل كبير، فهو بيحاول يعمل سيناريو للتسعين دقيقه ازاي ان هو ما ينولش مرمى هدف مبكر يلخبط له كل الاستراتيجيه، ممكن يفكر ان هو يجيب هدف يوربك بالظبط حسابات النادي الاهلي، وفي نفس الوقت كمان ان هو بيلجا انه ممكن يباخت النادي الاهلي الضغط على النادي الاهلي من قدام، طلعت في لعيبه كويسه بتعمل التحول من الدفاع للهجوم بيعملوه بسرعه جدا. هو السيناريو كل مدرب على حسب الاهداف. النادي الاهلي ليس له حل الا الهجوم الضغط،
من الاول، لان ده ماتش مصيري بالنسبه له، لازم يؤدي فيه يبقى فيه نتيجه ايجابيه. وبالتالي واضح الضغط المحسوب، الهجوم الضغط المحسوم من بدايه المحسوب المحسوب طبعا لان انت وانت وانت بتعمل وانت بتعمل هجوم ضاغط فيه انت واجبات دفاعيه مديها الناس معينه عشان الصغيرات الدفاعيه اللي بتحصل في وسط ملعبنا او في لازم في ناس بيأدوا الدور الدفاعي وملهمش دور في الدور الهجومي وانت بتلعب ضاغط في نص ملعب الخصم. وبالتالي واضح ان النادي الاهلي هيبقى كده. اما النادي المقاولين فلازم طبعا ال10 دقائق الاولانيين او الربع ساعه الاولانيه انا بقول بدخل جوه دماغ عماد النحاس، لازم هيبقى مهدي اللعب شويه، لازم هيلعب في نص ملعبه، لازم هيلعب لغايه لما يشوف القصه بتاعه النادي الاهلي ايه، وبعدين يبتدي يعتمد على الهجمات المرتده. انما لو هو فتح الـ 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 الخطوط بتاعته هيبقى فرصه جيده للنادي الاهلي انه يحقق نتيجه ايجابيه في بدايه الماتش، وده اللي احنا نتمناه ان هو يعمله. قصدك يعني لو لعب مباراه هجوميه مفتوحه، لو لعب هجوميه من مصلحته مش كده. لا لا صعب صعب، وهو عارف قيمه النادي الاهلي فصعب جدا انك تلعب النادي الاهلي وانت يعني مفتوح بخطوطك، لازم هيقفلها في الاول، هتبقى الامور في منتهى الصعوبه على عماد. لكن انا شايف ان عماد نضج بشكل كبير جدا، خبرات اكتسبها من خلال اللقاءات اللي عملها قبل كده مع الفرق الكبيره وبالذات مع النادي الاهلي، هو هيبقى حريص بشكل كبير جدا ان هو يحاول ما يفتحش الجيم. لكن لو دخل فيه جول هيضطر بقى انه يغامر ويحاول ان هو يبدا يعوض الهدف اللي ممكن يدخل فيه من خلال ادائه داخل الملعب او من خلال التغييرات اللي ممكن يلجا ليها عماد النحاس. هو عماد النحاس خلاص في المركز الخامس، او المقاولين عارف في المركز الخامس، مش هيطلع لاي مركز في حاله فوزه او تعادله او حتى خسرته. بالظبط هو في المركز الخامس واحتفظ بيه، لكن برضه يقول لك انا لازم اعمل مباراه كبيره جدا قدام الاهلي والنتائج دي بتسمع على التاريخ كله. طبعا طبعا طموح لازم يكون الاهلي في منتهى الحظر. اليوم بتاع النادي الاهلي ده لو هتتعادل فيه يعني مكسب بالنسبه لك، هتكسب فيه يبقى انت حققت انجاز في تاريخك طبعا التدريبي بشكل كبير جدا مع المقاولين، وهو بالنسبه له كعماد النحاس. حضرتك دايما بتتكلم ان لاسارتي لازم يكلم اللعيبه معنويا كتير قوي ويحضرهم معنويا كتير قوي. مهم جدا مهم جدا الناحيه النفسيه، وبالذات في الماتشات المصيريه. الماتشات المصيريه بيبقى فيه ضغوط على اللعيبه سواء من الجمهور او من الاعلام او من الاجهزه الاعلاميه كلها، بيبقى فيه ضغوط على اللعيبه. الماتش ده مصيري والنادي الاهلي والمقاولين وكده، فاللعيبه اللي بتقرا واللي متابعه فالضغوط عليها بتبقى شديده شويه، اللي ما بيستحملش فبيبقى اداؤه بيبقى ضعيف جدا. فلو الاجهزه الفنيه ما تعاملتش مع الموضوع ده نفسيا مع اللعيبه وان هم يزودوا الاعداد معاهم، ان هم يزيلوا الضغوطات من عليهم، بالتالي مش هناخد منهم مردود فني جيد. وبالتالي انا دايما بركز على الناحيه النفسيه ان مهمه، وطبعا الخبرات موجوده والاحتكاك يعني ناس خاضوا ماتشات كتير جدا وعندهم خبرات عاليه جدا جوه الفرقه، يعني دي برضه واجبات اللعيبه القدام اللي في الفرقه انهم دايما يقعدوا قعدات لوحدهم، وده احنا متعودين عليها في النادي الاهلي على فكره، ان احنا دايما كنا الاجهزه الفنيه كنا مش بنخرجهم بره الاوضه، كنا دايما احنا بنجتمع جوه لوحدينا ونشد من قص بعض. الماتش ده لازم يا جماعه نهدده، لازم الماتش ده نكسبه، والجوانب تشتغل مع بعضيها، ولازم انت تضغط على ده وتكلم ده، احنا من نفسينا احنا كلاعب. فمفروض ان اللعيبه في الفتره القادمه دي احنا محتاجين الروح دي تبقى موجوده جوه اللعيبه، وهي موجوده، انا متاكد انها موجوده لانها دي متوارثه عندنا في النادي الاهلي. الخبرات قصدك تتكلم مع اللعيبه، الخبرات تتكلم مع اللعيبه طبعا، اللعيبه الكبيره بالظبط كده، عشان برضو يعني الناس اللي مش مؤهله نفسيا اللي يتشال الضغوطات من عليه، وبالذات وبالتالي يقدر يؤدي بطريقه فيها كفاءه. وبعدين يا كابتن ميدو كابتن مريم، الناس ما تطمنش بعد تعادل الزمالك النهارده مع الجونه، الناس برضه بتحطش في مفيش في الكوره يا كابتن في اعتبارها ان القصه انتهت. لا القصه هتنتهي مع نهايه صفاره الحكم بالظبط في اخر مباراه اللي هي بين الاهلي وبين الزمالك. فانا عايز اقول حتى جمهور النادي الاهلي يعني ان شاء الله لازم يساعد بشكل كبير جدا بالتعب والجهد يا كابتن ماهر في اي مباراه. يعني ان شاء الله تنتهي بالتعب والجهد والاصرار والعزيمه والروح والقتال بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله يعني بيدي لا بيدي عمرو ان شاء الله المثل اللي بيقول كده. انا يعني عمال مش عايز افكر ماتش الاهلي وانبي
كل يعني بالزبط. كل الناس كان قال لك خلاص الاهلي حسم الدوري، لا احنا بنتفائل تفاؤل لكن مصحوب بحذر كبير جدا جدا. بنتكلم كلنا ان المباراه صعبه، لكن احنا عندنا امل وعندنا ثقه في لاعبتنا تاني، وعندنا ثقه في جماهيرنا، وعندنا ثقه في الجهاز الفني والجهاز الاداري، وعندنا ثقه في مجلس ادارتنا ان شاء الله ان شاء الله ان احنا بالتعب والجهد والاصرار ان احنا نحسم المباراه. لكن تفاؤل مفتوح، تفاؤل من غير حذر لا طبعا، انا ضد كده جدا جدا. وطول عمر النادي الاهلي كان بيحسم بطوله الدوري ايام كابتن ابراهيم ب6 أسابيع 7 أسابيع، وايامنا احنا ب6 7 أسابيع. فالنهارده بردك مشوار للنادي الاهلي يا كابتن ابراهيم، مشوار كبير قوي، مشوار كبير جدا جدا بصراحه، يحسن للجهاز الفني واللاعبين. بعد ما كان عندنا يمكن فارق بيننا وبين المنافس التقليدي نادي الزمالك يمكن اكتر من 12 بونت او 13 بونت، النهارده النادي الاهلي بيتفوق. وطول عمر النادي الاهلي لما بيركب الجدول يا كابتن ابراهيم ما بينزلش، لا يتنازل لا يتنازل عنه ان شاء الله. لكن نخلي الكلام ده كله في جنب ونقول حاله اللعيب يوم المباراه هي دي اللي احنا بنهتم بيها، ان احنا نجهزه المباراه ان هو يبقى في التوب فورم يا كابتن ابراهيم. ما هي دي هو يوم المباراه، ما هي دي هنرجع تاني لبدايه المقابله مع معاكم في هنا النهارده، فترة الإعداد والمعسكر بتاع أسبانيا هو إن شاء الله بإذن الله هيفرق حالة الانسجام بين اللعيبة والتفاهم بين اللعيبة والتفاهم بين كل الخطوط بيها. فترة الإعداد هي اللي بتقوم بالمهمة الأساسية في إعداد اللعيب، سواء من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، من الناحية النفسية، بتفرق كتير لأن اللعيب معاك 24 ساعة، فبتقدر تعده بالطريقه اللي انت عايزها، تقدر تدي محاضرات، وتقدر بتدي اجهزه الفيديو، بتقدر تدي بتجيب الحاجات الاخطاء اللي وقعوا فيها وتصلح لهم ازاي، عندك الوقت طول المعسكر. فدي فائدات المعسكر. فالفتره اللي جايه انا دايما بركز على الناحيه النفسيه على فكره، والضغوطات على اللعيبه، لان الواحد برضو عاشها ايام ما كنا بنلعب، كل ما الضغوط بتتشال من اللعيب واللعيب بينزل مرتاح نفسيا، كل ما بيأدي بطريقه جيده، ودي بتبقى دايما لمصلحه الفريق. وانا برضو يعني بدي مهمه ثقيله على اللعيبه الخبرات زي حسام عاشور، زي الناس الخبرات واحمد فتحي، كل الناس القدام اللي في الفرقه لازم يجمعوا الفرقه كلها ويقعدوا قعدات لوحدهم بيحفزوا اللعيبه علشان على الماتشين اللي باقيين في الدوري ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ان شاء الله يعني يكونوا قد الثقه بتاعتنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم الصمد من مصر. انا متشكر، عوده حميده ما شفناكش بقى لنا مده، فمنورنا. لا ده انا بس النهارده بس ان شاء الله اسلام ينور الدنيا ويكون وشه حلو كالعاده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. نورتنا وشرفتنا كابتن ابراهيم، وكل سنه وانت طيب حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك ان شاء الله ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم مباراه مهمه جدا، موسم كان صعب جدا جدا، كان كله تحديات. ان شاء الله ربنا يكمل ويتمم مجهودنا اللي عملناه والتحديات اللي احنا خضناها ان شاء الله من الاربع، بس بتعب واصرار وعزيمه وموت ان شاء الله باذن الله نحسم الدوري باذن الله. ودايما ربنا بيدي لكل واحد حقه في الاخر. شكرا جزيلا، بتشرف بيكم دايما وتصبحوا على الف خير.